الدوج واستاذه رنا. طيب ناخد استاذه رنا نجرب نسمع صوت نسائي. مساء الخير. مساء النور. اهلا استاذه رنا. اهلا وسهلا. تحياتي لك. حضرتك مسلمه؟ أو طيب يعني تمام. خليكي معايا دقيقة، في نص دقيقة. اوكي خليكي معايا نص دقيقة معلش. سامي انت موجود؟ اول ما قلت له انت موجود طلع من يا استاذ احمد سامي كان يجيب الموبايل من جيبه ولا حاجة. يا جماعة استنوا بس ادوا له فرصته. استاذ احمد سامي هل تسمعنا؟ النداء الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا الكلب ولا لسه؟ جبت خلاص دخلت جبت طيب وركن شوية. استاذة رنا مع حضرتك. اوكي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه هو الموضوع؟ ايوه احنا هل القرآن به أخطاء علمية يا أستاذ أحمد؟ هل القرآن به أخطاء علمية؟ هل القرآن به أخطاء علمية؟ هو أنا يعني سمعت كتير عن في غلطات علمية، وسمعت من ناس كتير عن حاجات كتير يعني غير اللي انتوا بتتكلموا عنها. ومن الحاجات اللي اتعلقت معايا قوي، بس مش عارفة انتوا اتكلمتوا عنها ولا لأ دلوقتي، اللي هي العين الشمس تغرب في عين حمئة. دي بس اللي مكنتش فاهماها، دي الحاجات اللي شككتني يعني. وبعدين في حديث تاني برضو ليه تفسير، ليه يعني بيفسر الآية دي، اللي هي الشمس بتنزل وبعدها بتسجد لربنا وبعدها بتطلع تاني بإذنه. فانتوا مش عارفة ليه مش هتتكلم في الموضوع. هو بس ليه معتقداته الخاصة يعني، مش بتبع السنة، مش شايفة ان في حاجة، شايفة ان في غلطات، بس ممكن تكون الغلطات دي من التفسيرات بتاعة الناس، بتاعة العلماء، بتاعة الناس القديمة يعني. طب وايه التفسير بتاعك للغلطات اللي ايه بتقرأها؟ اللي هي الآية اللي كانت في سورة الكهف، فوجد الشمس، مش فاكرة النص الآية أوي، بس كان بيقول وجدها تغرب فوجد في عين الشمس حمئة، تغرب في عين حمئة. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. أيوة تفسيرها كان مفسرينها من حديث صحيح لا ما تقريبا. خلاص، ما بتقول إن الأحاديث ديت إحنا مش ما بنحبهاش. ليه؟ الأحاديث ديت غلط. ايوه وأنت عندك معتقداتك أنت. ايوه طيب ف إيه معتقداتك أنت في الآية دي؟ لا ما هي دي الحاجه اللي خلتني، اللي هو لا اكيد في حاجه غلط، اكيد يعني اكيد في حاجه غلط في الاحاديث مثلا، في التفسير كده. طيب سيبنا بقى من الحديث والتفسير، خلينا بقى في تفسيرك انت للآية دي. انا سمعت رأيي ان هو بيقول ان ده من يعني ربنا بيتكلم من عين الرأي، مش بيتكلم من المنظور العلمي، مش منظوره هو، لا يعني هو الشخص اللي كان موجود في المكان هو شاف كده. ده رأيك انت يعني في انا الموضوع؟ لسه انا سامعة المداخلة اللي قبلي. ايه ده رأيك في الموضوع؟ انا مش عارف انا صوتي واضح ولا الشبكة عندي ضعيفة. الصوت تقريبا مش عارفة، أنا بتكلم وبعدها يعني مش عارفة الصوت بيوصل متأخر حاجة كده. طب والإخوة حد سامعني؟ طب هو كويس يا مش جماعة ولا متأخر، مش هو مسموع احنا يا سامي؟ سامعينك بس هو الصوت بس بيتأخر نص ثانيتين ثلاثة بس احنا سامعينك طب كويس خلاص يا حد سامي. ياخد، طب حد ياخد عشان انا سايق، حد ياخد المداخلة طيب على اول ما اوصل بس طيب اكمل. ماشي. طيب حد من الشباب حابب يكمل مع الأستاذة رنا؟ انا ممكن اكمل في الموضوع ده. تفضل عبد الحميد تفضل. طب شكرا يا تمسوح. استاذه رنا، ايوه الايه بتقول ايه يا استاذه رنا؟ استنى هطلعها عشان مش فاكراها قوي. يا ريت يا ريت. هي كانت سورة الكهف. ثانية سورة الكهف يا استاذه رنا.
رأى الشمس في منظور، لا ثانية. حتى إذا بلغ مغرب الشمس. حتى إذا بلغت مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها ووجد عندها قوما كنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب أم وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنا تتخذ الفكرة فيهم حسنا. حسنا. أوكي، طيب، هو هنا الآية حتى إذا بلغ، بلغ دي معناها إيه؟ إذا بلغ مش ع... يعني اللي هو وصل وصل لمغرب. بالظبط، وصل. يعني بتدل على وصوله المكان. المكان ده تمام. اسمه إيه بقى؟ سماه إيه بقى القرآن؟ مغرب الشمس. فهو هنا القرآن بيتكلم إن ذو القرنين وصل لمكان اسمه مغرب الشمس. لما وصل عند مغرب الشمس لقى ايه بقى؟ لا لأن الشمس بتغرب في عين حمئة. يبقى هنا بيتكلم على مكان اسمه مغرب الشمس. طبعا احنا عارفين ان مفيش حاجة اسمها مغرب الشمس، مفيش مكان اسمه مغرب الشمس، لكن على النظرة اللي كان بيعتقدها الإنسان اللي كتب القرآن كان بيعتقد ان الأرض دي مسطحة وان الشمس دي بتلف حوالين الأرض، فكان معتقد ان هي بتشرق من مكان في الارض وبتغرب في مكان في الارض. واللي اكد لك بقى الكلام ده اكتر ايه بقى؟ لما تنزلي كمان كام ايه كده، الايه رقم 90، هتلاقيه بيقول ايه؟ حتى اذا بلغ مطلع الشمس. يعني ايه بلغ مطلع الشمس؟ يعني الناحية التانية خالص اللي هي المفروض وصل هيكون. للمكان اسمه اوكي مطلع الشمس. اوكي مطلع مش الشمس اللي يعني هو المكان اللي بتطلع منه الشمس. هتلاقيه بيقول لك ايه؟ وجدها. وجدها دي عائدة على مين؟ على الشمس. تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني هم قريبين قوي من الشمس وما فيش حائل ما بينهم وما بينها. فهو اعتقاده ان الشمس دي بتطلع من مكان جوه الارض وبتغرب في مكان جوه الارض. بتغرب فين؟ قال لك بتغرب في عين حمئة. اللي بيأكد الكلام ده أكتر تفسير محمد للآية ذات نفسه. هو لو أنت حتى مش معترفة بالحديث، بس ده كلام محمد قال. كان أبو ذر الغفاري وقال له: أتدري أين تغرب هذه؟ فأبو ذر الغفاري قال له: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تغرب في عين حامية. وفي الحديث ده و أيضا صيغة أخرى، قال إنها تسجد تحت عرش الرحمن، ايوه هو بتروح ده اللي تسجد هو تحت عرش ربنا. فكرة ان هي اصلا بتغرب من الارض كلها وهي اصلا مش بت يعني هي في مكانها بتروحش مش في حته. ما بتروحش في حته. فدي من الحاجات اللي هو لا اكيد في اكيد في حاجة في الاحاديث دي كلها يعني مش لا، احنا لو منطقية. سيبنا الاحاديث كلها ورحنا الموضوع للقران، حتى الايه في القران واضحه ان هو بيتكلم ان في مكان اسمه مطلع الشمس وفي مكان اسمه مغرب الشمس. هل ده حقيقي؟ مغربي المفروض لأ، بس بالظبط. هو ما هي الشمس الفكرة ما في بتتحركش حد من مكانها. فسرها، أنا مش عارفة التفسير ده يعني مين اللي فسرها كده، بس تقريبا كان حد يعني بيهبد على اليوتيوب قال إن هي ده مش في عين الشخص اللي كان اللي هو ذا القرنين، مش حاجة يعني مش حاجة ربنا بيقولها، فاهم؟ طيب، هو لو كان دي الحاجات يعتقد اللي أنا كده كان خلاص هيقول. تمام يعني ده تمام. طب ايوه، هي ما انا معاك، التانية بس خلينا نركز في الآية التانية بقى. حتى اذا بلغ مطلع الشمس، هل لو هو بيتكلم ان هو ده من وجهة نظره هو ومن رؤيته هو، هل في رؤيتنا احنا مكان اسمه مطلع الشمس؟ هو قصده على الشخص اللي هو ذو القرنين، هو راح لمطلع الشمس او راح لمغرب، هو مش عارف في مكان اسمه مطلع حسن الشمس. انا لا اعمل على زوم دلوقتي. لا اكيد هل في مكان اسمه مغرب الشمس؟ لا طيب ازاي وصل لهم؟ وصل لفين بقى؟ لما هو يعني هو ليه بيقول، بيستدل مكانيا بان هو وصل لمكان اسمه مغرب الشمس ومكان اسمه مطلع الشمس، بغض النظر بقى عن وجدها تغرب في عين حمئة دي، هنسيبها دلوقتي خالص. هو بيقول لك ان هو وصل مكان اسمه مغرب الشمس ووصل مكان تاني اسمه مطلع الشمس. لو هو كان بيتكلم من وجهة نظر الرأي، ما هو لو واقف في مكانه ما الشمس هتشرق وهتغرب وهو واقف في مكانه.
لكن هو مش بيتكلم على وجهة نظر الرأي ولا حاجة، هو بيتكلم على أماكن حقيقية موجودة اسمها مطلع الشمس اسمها مغرب الشمس، على اعتقاده هو إن في مكان الشمس بتطلع منه وفي مكان الشمس بتنزل فيه. هو أنا قلت إن دي ممكن تكون من الحاجات اللي هي اسمها إيه؟ منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، دي من الآيات اللي ربنا قال عليها إن هي متشابهات، عشان برضو أنا مش فاهمة المنطق، يعني فكرة إن هو يكون في آيات متشابهات وإن في ناس هتتبع هتقول إن إحنا آمنا واتبعنا القرآن كله وإن هو منزل يعني من عند ربنا، وفي ناس تانية هتقعد تأوله. فانا دلوقتي لما قعدت اقول اه طب اكيد مثلا تفسيره ممكن تفسيرها يكون كذا ممكن، فلقيت ان انا باول اصلا الايات، باول الايات على حسب الحاجه اللي في دماغي او الحاجه الصح. فقلت اللي هو طيب ما يعني ما هو برضه ليه في متشابهات يعني. ما هو بالمنطق ده يا رنا، ما هو بالمنطق ده يا رنا، احنا ممكن اول حاجه انا ممكن اجيب لك الجورنال اقوله لك يعني. انا لسه كنت هقول مجله ميكي، من انت خدتها من على لساني. انا ممكن امسك مجله ميكي واطلع منها اعجاز علمي واعجاز لغوي وكل حاجه، التاويل سهل يا رنا، لكن الحقيقه الانسان يتقبل الحقيقه هو ده اللي صعب. لما اصلا يبقى كتاب منزل من عند رب العالمين ويقول لك ان في ايات متشابهه، انت سالتي نفسك ليه في ايات متشابهه؟ هل بغرض ان هو يضلنا؟ علشان يشوف ايه الناس الغرض؟ اللي هتأمن من إيمان إيمان الناس من الهبلة غير اللي ما هتصدق تأمين، الكلام من الغلط؟ غير ما تقعد اه لا أصل ممكن يكون قصده كذا. هو الناس اللي بتقعد تأول هي دي الغلطانة، هي دي الناس اللي غلطانة، اللي هي مهما يعني مش عارفة، الناس اللي بتأمن بس من غير ما تشوف الحاجة، من غير ما طب ما تفكر نفكر في الحاجة على الموضوع بقى. مزاجها. آه، طب ما تيجي ناخد فهو طريقة تانية لتفسير الآية دي بطريقة أسهل. أنا دايما بميل للتفسيرات الأبسط. إيه رأيك إن كاتب القرآن ده كان بشر عادي وكان بيخطئ عادي، ولما الناس جت تكلمه في الأخطاء دي راح منزل راح كاتب الآية دي؟ إيه رأيك أسهل؟ هي انت عارف ان الآية دي نزلت في ايه الحدث بتاعها او ايه السبب نزولها بتاعت مش آيات متذكره متشابهات؟ هي حاليا يعني. اه، لكن ولكن احنا لما ببص للقرآن الأسباب وببص النزول ليك بتاعتها لما راح النضر بن الحارث سأله الثلاث أسئلة، اللي هو السؤال بتاع الروح والسؤال بتاع وال فتية الكهف وسؤال بتاع ذو القرنين. ذو هو القرنين كان النضر أخذ الأسئلة دي من اليهود، ودي هكذا هي المفروض بتروى يعني قصة، وان المفروض ان الاسئله دي كانت اسئله تحديه من بينقلها على لسان اليهود ان هو يثبت نبوه محمد. وللصراحه الاسئله الثلاث اجابات ما همش اجابات يعني. اللي هي الروح من عند ربي واللي هو برضو سؤال الكلب سوري أهل الكهف كان كام فتية واحد الكهف. فتية هو فتية الكهف لا احنا نعرف فتية الكهف عددهم كام؟ قالوا يا ثلاثة يا خمسة يا سبعة. فين الإجابة؟ ما حدش يعرف. طب اسم الملك بتاعهم إيه؟ ما نعرفش. طب المكان اللي كانوا فيه كانوا فين؟ ما نعرفش. ففين الإجابة؟ ما نعرفش. طب الروح، إنما الروح من أمر ربي. طب ما أنا عارف إن هي من أمر ربك، أنا مش جاي تقول لي إن هي من أمر ربك من قبل ما يجي، وأنا عارف إن هي من أمر ربك، أنا عايز إجابة. فين الإجابة؟ ما الفكرة إن نعرفش. الواحد كان طب دول قرنين ده بقى، دول قرنين ده اللي هو ممكن من الأرض كلها من مشرقها لمغربها، يعني ملك عظيم جدا المفروض إن إحنا نبقى عارفينه. طب اسمه ايه؟ ما نعرفش. جيشه كان قوامه قد ايه؟ ما نعرفش. البلاد اللي دخلها اسمها ايه؟ ما نعرفش. طب اتى من انهي مدينه؟ ما نعرفش. طب ابوه اسمه ايه؟ ما نعرفش. فين بقى مين ذو القرنين بقى اللي هو المفروض ملك عظيم جدا ومفروض نبقى عارفينه؟ ما نعرفش. ففين الاجابه؟ ما نعرفش. وفوق كل ده كمان يعني اكتر نقطة بتدل على بشرية القرآن ان اللي كان بيسأل كان مين يا رب؟ مين كان اللي بعت واحد الاسئلة يهودي، دي؟ اليهود واحد يهودي صح؟ يهود اللي بعتوا الاسئلة دي. السؤال كان بيسأل عن فتية في غابر الزمان، هل محمد لما جاي يجاوب هل جاوب فعلا عن القصة اللي كان اليهود قصدهم عليها، ولا اتكلم عن قصة تانية خالص اللي هي فتية افسس اللي هم اصحاب الكهف دول؟ فتية افسس دول كانوا مسيحيين، هل اليهود بيؤمنوا اصلا بالديانة المسيحية؟ انا ما اعرفش الموضوع ده، ما اعرفش ان هم كانوا فتحين لا، هي بس قصة مسيحية وقصة الواحد مسيحية لما كان بيسمع خرافية كده كمان يعني مش انا حقيقية يا رنا.
اه لا اسمعي بس الجملة دي. انا كنت بقى الكلام قصة ده اللي هو يعني احنا مش لازم في الاول، انا لما كنت بسمع التبرير بتاع اللي هو الروح من عند ربي ومش عارف ايه، وان هو ما قالش عدد محدد، هو الحاجات دي ما تهمناش، الحاجات دي ممكن عقلنا او الروح دي ممكن يعني عقلنا ما يستوعبهاش، بس هو بس فعلا ليه حتة مفيش صاحب تفسير السؤال دي مهمة يا رنا، محدد؟ حتة صاحب السؤال دي مهمة. مين اللي كان بيسأل يا رنا؟ اليهود هل اليهود بيؤمنوا بالديانة المسيحية أو بالمسيحيين أو بقصص لا المسيحيين؟ هل اليهود ممكن لا يسألوا عن قصة مسيحية؟ لا صح؟ طب لما محمد جه لا، اتكلم هي عن قصة حصلت إيه؟ قصة مسيحية اللي هي فتية أفسس أو اللي هم أصحاب الكهف دي، دي قصة مسيحية وكتبها يعقوب السروجي، ده قص مسيحي، راهب مسيحي. تمام؟ اليهود بقى كانوا بيسألوا عن حاجة تانية موجودة عندهم هم في الكتاب، اللي هي كان اسمه عبد ناغو وميشا تقريبا على حسب ما أنا فاكر. قصة ثلاث فتية كده كانوا عايشين في فارس ومرضوش يسجدوا للتمثال اللي بناه ملك فارس، وفي الآخر حرقهم وحطهم في النار وطلعوا سلام. قصة تانية خالص دي، في قصة الفتية في غابر الزمان اللي كان بيسأل عليها اليهود. لما محمد يجاوب بقصة عن المسيحيين وعن المسيحية، هل ده ليه علاقة بالسؤال اللي سأله اليهود؟ يعني اكيد لو هي قصه مسيحيه فاكيد ما لهاش علاقه باليهود. بس ممكن بس خلاص قول يبقى اسمها محمد قصه فشل في ايه، الإجابة على الأسئلة. اسمها ايه، مين؟ فتيت ايه؟ هقول لك اسمهم ايه؟ اسمهم تقريبا ميشع وعبد ناغو واساميهم غريبة، هم اساميهم ايه؟ فتية افسس للراهب اسحاق السروكي. أسوس. لا انا بتكلم على الفتية اللي موجودين في سفر دانيال اللي في اليهودية، اسمهم اه اللي في اه اللي بقى في سفر دانيال، دول قصة تانية بالظبط كده. لا انت صح يا يعقوب حاج. ميشا وعبد الدهر. ايه ممسوح، قول تاني معلش. طيب انا اسف يا رنا، بس انا فعلا في ناس عندي كتير في الدور، فخلينا انت معاكي شويه حاجات اقعد تدوري فيها وتقري فيها. حقيقه احنا مبسوطين جدا ان احنا دي من طلعتي اول واتكلمتي حاجات، معانا. دي من الاول من معلش اول يا حاجات رنا. اللي خلتني اه اسمهم شادرخ كويس، وميشخ وعبد دور الناغو. شويه. اه اوكي شادرخ ادينا ادينا شويه ادينا لك وميشخ، شويه معلومات فيها. وعبد خلاص الناغو. تمام، شكرا جدا. شكرا لك يا كنت رنا. بتقول اسماء، معلش انا اسفه ما سمعتش. قولي اسماء تاني يا عبد الحميد، اسماء تاني. شادرخ، شدرخ وميشخ وعبد ناغو، أو حنانيا اوكي وميشائيل وعزاريا، أساميهم اليهودية، الدنيا دي أسامي بتاعتهم فارسية. اوكي شكرا جدا. شكرا لك. تمام، شكرا يا رنا. طيب يا جماعة الإخوة السادة الأفاضل من المسلمين اللي حابين يطلعوا يناقشوا، يطلب جيست ويكتب رقم 7. مشكورين يعني الإخوة السادة الأفاضل من المسلمين، الدوج وموهاش. شوف مين فيهم كاتب وطالب جيست. الدوج يلا بينا. مساء الخير. حسيني موجود؟ مساء النور. ثانية واحدة يا أستاذ الدوتش. حسيني ماشي موجود؟ موجود. اتفضل المباشر معاك يا باشا. طيب اهلا يا استاذ الدوتش، حضرتك راجل مسلم؟ مسلم سني. سني، جميل ممتاز. هل القرآن فيه أخطاء علمية؟ ألو أستاذ دوتش. الو السلام عليكم استاذ دوج، مش عندك صوت؟ الو ايوه سامعني كده؟ دلوقتي مسموع. القران فيه اخطاء علميه يا استاذ دوج ولا ما فيهوش؟ لا لا لا، ما فيهوش خالص. ما فيهوش ولا لان فيه اخطاء علميه؟ نشوف بقى، نشوف معاك. ايوه يعني لو فيه اخطاء علميه مش من عند اله صح؟ انا بقول لك ما فيش، يعني انا بقول اكيد لك الاله ما بيخطئش. لو يعني ايوه قرار سؤال فرض غلط. المحال ليس فرض المحال ليس بمحال. لا السؤال مش غلط، السؤال صح. عادي جدا ان انا افترض ان اي افتراض في الحياة، اذا افترضت ان في كتاب بيدعى ان هذا الكتاب من عند الاله ولقيت في هذا الكتاب اخطاء، هل الكتاب ده هيبقى من عند اله؟ لا ممتاز، اذا الاتفاق انا وانت ان الكتاب اللي فيه اخطاء مش من عند اله. قول لي يا مولانا،
الأرض كروية ولا مسطحة؟ الأرض كروية. ممتاز، ده كلام جميل جدا ومحترم. في آية جميلة بتقول، بتقول إيه؟ أنت بتصلي إزاي صحيح قلت لي؟ ازاي صحيح؟ ايه يعني مش فاهم. يعني بتستقبل إيه؟ بستقبل القبلة، القبلة دي اللي هي فين؟ المسجد الحرام، المسجد الحرام. عرفت منين؟ من القرآن. أيوة، القرآن بيقول إيه؟ اللهم ذكرني بالآية. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اللي هي الآيات يعني اللي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمنى. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صح كده؟ صحيح. طيب دلوقتي الأرض كورة، إزاي أنا هولي وجه شطر المسجد الحرام؟ معلش، اللي هو برضو السؤال مش فاهم. إزاي بما انت إن بتعمل الأرض كروية، اتجاه أنا وأنت اتفقنا دلوقتي إن الأرض كورة، تمام؟ إزاي هنولي وجهنا شطر المسجد الحرام على الكورة؟ تخيل معايا كده، ارسم كده كرة خيالية في مخيلتك، ماشي، تمام وحط أي نقطة على الكرة دي، تمام تمام، أي نقطة، تمام وارسم خط عمودي. الخط العمودي هيبقى فين؟ هيبقى في الفضة. الخط العمودي اللي هترسمه على الكرة هيبقى في الفضة، مش هيبقى في مش هيبقى من النقطة دي للنقطة دي، لأ، أنت وجهك كده شطر الفضاء إن شاء الله، مش شطر المسجد الحرام ولا شيء. فمن الواضح، ماشي، ان كاتب القرآن ما كانش عنده المعلومة البسيطة اللي عندنا وانت، ان الارض كروية. هو كان عنده معتقد الارض دي مسطحة، فبالتالي اقدر ان انا اولي وجهي شطر المسجد الحرام فعلا لو الارض مسطحة. اما كون الارض كروية ده يمنع تماما ان انا اولي وجه شطر المسجد الحرام. طب انا لو في الناحية التانية من الكورة، انا في استراليا دلوقتي، انا عشان اولي وجهي شطر المسجد الحرام المفروض ان انا ايه؟ لا مؤاخذة، احط دماغي في الارض، طب انا اقول لك لا حاجه، مؤاخذة. ممكن قول اقول لي لك. حاجة، اتفضل. طبعا انت دلوقتي انت قلت ان الارض كرويه، ولو انا هولي، لو انا على الناحيه التانية من الكره الارضيه، فانا هبقى بولي وجهي للفضاء. لو انا خدت اتجاه يعني زي ما البوصله قالت لي ان اتجاه ده اتجاه مكه، فانا هبقى بولي برضو وجهي للفضاء، مش كده؟ انت ما فهمتش، انا اي مكان هقف فيه على الكورة وهولي وجهي في اي اتجاه هيبقى للفضاء، اي ماشي اتجاه. تمام معاك، حلوة ارسم دائرة، ارسم ماشي. دائرة وحط خط على الدائرة، مستقيم على الدائرة، أنا معاك تمام. معاك الخط المستقيم دائما للفضاء، ما عمره الخط المستقيم ده ما هيلمس الدائرة، يعني هيلمس الدائرة من اتجاه اخر اقصد، هو هيتقاطع مع أنا الدائرة معاك في نقطة ولا يتقاطع معها في اي نقطة اخرى. أستاذ حسين، أنا معاك. ممكن سيبني نتكلم؟ اتفضل. طبعا اتفضل. أنت دلوقتي، أنت بتفترض دلوقتي إن أنا في أي مكان بولي فيه وجهي ناحية مكة، مش هيبقى المكة، هيبقى الفضاء الخارجي. ليه؟ لأن الأرض كروية زي ما أنت قلت، فأنا ببقى بودي وجهي في حتة تانية خالص. تمام؟ بس ده أنت بتفترض افتراض تاني مختلف عن المعقول البشري. إيه المعقول البشري؟ ده أنا لما بولي وجهي لمكان، فأنا اتجاه السير للمكان ده هياخدني للمكان ده نفسه، ماليش دعوة أنا بقى هياخدني للفضاء. وأنا دلوقتي لو خدت اتجاه مكة هطير في الفضاء ولا هروح لمكة؟ هتطير جاوبني في أنت الفضاء، بقى. هتطير في الفضاء لا مش هطير في الفضاء، ده كده معناه إن عزيزي. تأليفة بقى. الأرض، لا، التأليف من عندك انت، لان أنت الارض لو كورة. خدت اتجاه مكة سيرا على أقدامك، ما فيش اي طريقة اقدر ان انا اقف، ماشي، وانا حاليا مثلا، انا دلوقتي قاعد في، زي مثلا في امريكا، اقف ويكون وجهي مقابل للمسجد الحرام. ما فيش اي طريقة مطلقا، مش هتعرف وجهك تعملها. وجهك الطريقة الوحيدة ان انا اسفز دماغي في الارض، دي الطريقة الوحيدة. لا لا غلط غلط، كلامك غلط في النقطة دي، يعني اعتذر ليك، كلامي يعني غلط. اه اصل احنا شغل عقلك في النقطة دي معايا. اه احنا احنا ما بنفهمش، احنا يعني حساب مثلثات لا والحاجات دي انت ما فيهاش. بتفهم بس، عزيزي عزيزي، ارسم اي استاذ كورة حسين، وارسم خط مستقيم على الكورة، وقول لي الخط ده بغض هيتقاطع مع الكورة النظر في كام نقطة. عن الرسم نفسه، افهمني افهمني، الموضوع ابسط من كده. انت بس مصعبه واخد حساب مثلثات وحاجات مدخله في الموضوع. معلش بقى، ما تحسبش كده، معلش والله، ما تحسبش كفار، كده، هنعمل ايه؟ ما تحسبش كده. تحسب طب ازاي؟ على الكفر ان ذنبه؟ انت دلوقتي استاذ حسين، استاذ حسين اسمعني بس، انت انا بسمعك ما فانت انا سامعك بتسمعني اهو. يعني، معلش.
فانت دلوقتي ايه المطلوب من الكلام القراني دوت؟ ان انت بتاخد اتجاه مكه، اللي هو لو انت سرت على اقدامك كعربي ساعتها هتوصل للمكان دوت، اللي هو ايه؟ انا لو اللي هو سرت على المسجد انا الحرام. لو بتاخد سرت على الاتجاه اقدامي ده. في اي اتجاه، لو سرت على معلش، اقدامي انت في لو اي اتجاه سرت ساصل لاي انت لو سرت جزئية على الاقدام كنت عزيزي. هتطير في الفضاء، كنت هتطير لو في المكان. سرت على الاقدام في اي اتجاه ساصل لنفس المكان. بمعنى لو سرت، ما هي الارض كوره، ما انا نسيت احكي لك ما انا الموضوع عارف ده، ان الارض هتلف كوره الدايره، برضه. يعني قصدك فانا لو مشيت يمين هوصل، هتلف. لو مشيت شمال هوصل، لو مشيت ورا هوصل، قدام هوصل، في كل الاتجاهات هوصل. فبالتالي كلامك لا مش صحيح. المقصود هنا انك لما مؤاخذة تخلي وشك في اتجاه الكعبة، هل ينفع ان انا اكون بصلي وامام المسجد الحرام والف راسي واصلي ظهري للمسجد الحرام، باعتبار زي ما انت قلت ان انا لو مشيت الناحية التانية هوصل للمسجد الحرام؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لانك لازم يكون وشك مقابل للكعبة، وبناء عليه انت مستحيل تخلي وشك مقابل للكعبة. انا عملت رسم تخيلي من المؤاخذة يعني على بشعة المنظر، اوريه لكم. كبرني كده يا مني حسيني أكبر. حبيبي حبيبي. ده رسم تخيل، ادي الكوره اهي، تمام. حلو. انت واقف هنا، في اي اتجاه هتولي وجهك هيبقى فين؟ في الفضاء. عمرك ما تقدر انك تبص للكعبه. الكعبه هي يا سيدي، واحده، ادي الكعبه يا سيدي، معلش رسمي زي الزفت بس مش مشكله. دي الكعبه، انت واقف هنا هتبص للكعبه ازاي؟ ادفت دماغك في الارض عشان توصل ايه من هنا لهنا، لازم تدفت دماغك بغض في الارض. النظر، يعني انا صراحة في كلامك ده انا معاك في حساب المثلثات والكلام ده كله، لكن انا بتكلم في نقطة تانية حضرتك انت مش واخد بالك ليه. انا ايه بتكلم بقى في هي؟ تسهيل الموضوع. ايه تسهيل الموضوع؟ ان انتوا كأهل بادية، انت لو سرت انا على طب انا راجل واقف اقدام، لسه عند نفس النقطة اهو، ماشي، لو اولي سرت وجهي كده باتجاه مكة من ولا كده؟ اقرب نقطة، اسمعني بقى معلش بقى، انت ابص يمين ولا شمال؟ ما هو الاتجاهين كده، وجه سطر المسجد الحرام، سيبك ابص من كده اللي انت ولا كده؟ رسم ده كله خالص، معلش خلي الموضوع ابسط يا من كده. وحش الرسم يا سيدي، يلا نقفل الرسم خالص، بلاش رسم يا سيدي. بس احنا عايزين ها، نعدي النقطة دي علشان انت كبر معندكش نفسك يا حق مان، فيها، فما عشان ما تكونش عنديش. ايه. لا عندي حق. لا طبعا، لا طبعا لا عندي حق والله فيه ومش هعديها، لا ابدا والله ما هعديها، عندي حق طبعا. الكرة لا، الكرة لا يستحيل فيها انك تبص على اي شيء فيها الا انا لو انت قلت لك دماغك في سيبك من الارض. حساب المثلثات، لا ما ليه؟ ما تحسبهاش هي كده. مش الارض كروية، ولا وبعدين انتوا انت خليتوها مسطحة في الاسلام؟ بتحاكم حاجة هي أبسط في العقل بسيطة البشري لحاجة تانية. بسيطة زي ما الرسالة اللي البسيط في رسمتها لك كده، الموضوع، ببساطة البسيط في الموضوع إن ببساطة حضرتك الرسم اللي انا بتخيلي. رسمته لك اهو، بس كورة وانت واقف على هذه الكورة، أنا قلت لك ازاي هي مش هتولي رسمة. وجهك شطر المسجد الحرام؟ ما هي مش مستحيل، ما رسمة. تقدرش، يستحيل، ما وبعدين تقدرش. إحنا انت عمرك علماء ما عندنا، هتعرف انك ابن تولي تيمية، ماليش دعوه ابن بالعلماء، تيمية العلماء دول خليهم لك. انت ابن عمرك تيمية ما هتعرف انك تبقى واقف على اي جزء من هذه الارض وتولي وجهك شطر المسجد الحرام الا لو انت واقف هناك. دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تعمل بيها ده، انما غير كده هيبقى وجهك شطر الفضاء. هل يستقيم انك تصلي ووجهك شطر الفضاء ان شاء الله؟ لا لا يستقيم، لان القران بيقول فاينما كنتم فولوا عموما. وجوهكم بص شطره. الحكم للناس اللي الحكم الناس اللي بتستمع، بيني وبينك انا شايف ان الموضوع ابسط من كده بكتير. ان انت اي مكان هتولي وجهك ليه، المسجد الحرام من اقرب نقطه ليها انت للمسجد الحرام فيها، هيكون سيرا على الاقدام هيوصلك لمكه. انت بتقول ان انت الموضوع حساب مثلثات وهيوصلك جبت للفضاء. منين اقرب نقطة وجبت منين سيرا على الاقدام دي؟ لان انا اقرب نقطة زي ما قلت لك ان انا اتفز دماغي في الارض، دي اقرب نقطة، اقرب اتجاه، ما اقرب ما نقطة، يا عم اقرب مسافة، اقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم. فانا لو اقف على الجهة الاخرى من الارض ويقابل جهتي من الارض الكعبة، فاقرب نقطة هي ان انا اتفز وجهي في الارض. هل هذا يستقيم؟ وانا كده شرعا طبقت الآية ان انا كده فعلا وليت وجه كل شطر كلام المسجد الحرام مش شطر الفضاء. هل يستقيم؟ ما انا مقتنع بالبساطة. انت مقتنع بالحساب، بساطة ايه يا عم؟ هو في وايه ابسط من بساطة الكورة اللي انا رسمتها يعني؟ لك؟ عشان ده بس انا انا رسم عندي لك النقطة دايرة دي معلش خطية، عشان عايز اخش في ده نقطة تانية. انا رسم لك دايرة خطية، هو حضرتك في انا ابسط من بقول لك كده؟ انت من اقرب نقطة لمكة اقرب نقطة تدفس وشك في ايه؟ الارض، تعرف تدفسها؟ اقرب نقطة تدفس وشك في الارض. ما يا عم ماشي، اقرب نقطة انا هتفس وشي في الارض، وتسيب الحكم للناس اللي بتتفرج وبتسمع. ما نخش في نقطة تانية طيب ما هو ده الخطأ اهو، ممكن؟ اثبت لك الخطأ. ما انا برضه اثبت لك ان انت خطأ. لا انا صح، مش انت اثبتت مش ايه؟ انت انت اللي اثبتت هتفس، حضرتك برضه مش انت بانك اللي قلت لي هتحكم ان كلامك انت مش خطأ. عاجبني.
استنى بس، هو اثبتت دي يعني قلت لي كلامك مش عاجبني؟ لا حبيبي ما بتمشيش كده، انا اثبتت لك بالطريقه الرسميه وانا السليمه اثبت لك ان بالطريقة لا البسيطة. يستحيل، ما فيش الكلام ده، يستحيل انك تقف على نقطه في الكره وتولي وجهك شطر اي شيء. الطريقه الوحيده انك تولي وجهك شطر الارض انك تتعامد على الكره، طب حسين عشان احنا تتعامد واحنا اتكلمنا في النقطة دي كتير، تخطفها كده. فالكلام كده بقى بالكلام بقى مكرر، يعني انتوا دي تالت او رابع خلاص مرة تروحوا يلا تجيبوا. انا كده نروح لحاجة بكلمك تانية. في ان احنا بلاش نعدي النقطة دي، بلاش احنا دي يا قلت سيدي، شوية احنا كلام وانت وحشين قلت شوية خلاص، كلام. بلاش احنا وحشين يا سيدي، يلا بلاش. تعال نبص على حاجة تانية، تعال نروح لحتة يلا تانية. قول لي يا مولانا، قول لي يا مولانا، الإله خلق الأرض في قد يعني خلق الكون في قد إيه؟ الكون الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. 6. جميل. يلا ايه معاك مصحف؟ قول اللي انت عايزه انا معاك. لا اصل انا عايزك تعد معايا، فمعاك مصحف؟ اعتبرني معايا مصحف. طب افتح سورة فصلت يا سيدي. حاضر اقرأ وانا معاك. يلا ثواني بس نجيب الصفحة كاملة أمامنا. يلا، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. كده معنا يومين. كده معناه يومين خلق الأرض. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. كده 4 أيام يبقى كده ومعنا ست يومين أيام يبقوا كام؟ على حسابك أنت، على 6. حسابك أنت 6 أيام. لا مش على حسابي، هو 6 وأنا بعد الطريقة وأنت بتعد ما أنا بطريقة بقول تانية. لك، أنا هريحك وبعد كده هقول لك الإجابة. على حسابك أنت كده ست هو أيام عشان 6 نجمع بس. مش على حسابي. بس لا ده نجمع. هما 6، هو 2 و4 6، وانت عندك 2 و4 برقم تاني، هو اللي على يا حسابك حبيبي وحسابي؟ أنا ليه انت عندك افهمني 2 و4 عشان بتتجمع افهمني بحاجة بقى. تانية غير الـ6؟ طب افهمني لا افهمني مؤاخذة عشان يعني اخترعت رياضيات على مزاجك. طب 2 و4 كام يا افهمك مولانا؟ حاجة، هفهمك حاجة. أنا 2 و4 كام بقول لك يا أنت على مولانا؟ حسابي اللي أنت عايز تجمعه أنت كده 6، أنت مش كده اللي 6. انا عايز اجمعه، الآية قالت 2 وبعدين قالت 4. على 2 اللي و4 الناس كام؟ كلها عايزة تجمعه 6. 6. بارك الله فيك. بس. ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، واوحى في كل سماء امرها، وزن السماء الدنيا بمصابيح الى اخر الايه. يبقى كده معانا يومين يبقى كمان كده على الـ6، 8. يبقوا كام؟ 8. 8 بارك الله فيك. انت قلت لي 6، فتحت الايه التانيه لقيتها بتقول لي 8، اعمل ايه انا بعد دلوقتي؟ اتكلم انا بقى اختبرني اتكلم. اتفضل. طيب ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن خلقه للأرض في يومين مش كده، وإرساء الجبال وتقدير القوت والكذا في 4 أيام، انت كده حسبتهم 6، وخلق السماوات والأرض في يومين يبقى كده 8. لكن علماءنا قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأرض كان يقدر فيها الأقوات ويرسي فيها الجبال، فال4 أيام اللي هي بعد الاثنين الأولانيين دول هو جمع لليومين الأساسيين بتوع الخلق، وما هما يومان فيهما إرساء الجبال وتقدير الأقوات، فكانت الأربعة هي اثنان لخلق الأرض واثنان لإرساء الجبال وتقدير الأقوات. يبقى كده 4، 2 لخلق الأرض و2 لإرسال الجبال وتقدير الأقوات، وعندك 2 لخلق السماوات. هو قال في الآية، هو قال في الآيات إن الـ4 أيام دول شاملين خلق الأرض؟ ما قالش، بس احنا بنفهم ما من قالش. برضو الآيات القرآن. بتقول إيه؟ أنت اسمها برقع. الآية بتقول إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هو كده خلق الأرض في يومين طب خلاص، انت برضو وتجعلون لها أندادا ذلك رب العالمين. ثواني. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. إذن ماشي، في خلق في يومين، وفي جعل الرواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ده في 4 أيام. أنت عايز تقول لي إن دي مجموعة مع دي؟ اتفضل أعطيني القرينة. القرينة بسيطة جدا جدا، وكلكم بتتكلموا فيها انت او استاذ حسيني او استاذ سامي او استاذ تمشو بتتكلموا فيها طول اليوم تقريبا، اللي هو اذا اردنا ان نفسر القرآن فنفسر القرآن بالقرآن، فان لم يوجد تفسير للآية ففسرناها بالسنة لا الآية فسرناها مفسرة عزيزي، عزيزي لا أنت فاهم غلط، الآية مفسرة، الآية بتفسر يجمع بعضها. بين القرآن يا استاذ حسيني، إن يجمع أنت بين بترقع الآية لأن هي بتتعارض مع آية تانية، ماشي، ده لا يستقيم عندي. ليه؟ لأن الآية واضحة جدا جدا إن هل هنا بتتكلم يعقل؟ عن يومين. ثواني بتكلم، إن هي هنا بتتكلم إن الأرض خلقت في يومين،
وان الرواسي والاقواس والحاجات دي اتعملت في 4 ايام. هنا مفيش اي جمع ما بين الاربعه دول والاتنين دول. ما بيقولش ان الاتنين دول شاملين او ان الاربعه دول شاملين الاتنين اللي فاتوا. انت اللي عايز تضغطها بالعافيه كده ليه؟ عشان في ايه تانيه بتتعرض معاها. انا مش بالنسبه لي لا، انا بتتعارض، اصل استقل لا عندي. يمكن ان سيدي يكون. سيدي انا عادي عندي ان يكون القران متعارض مع بعضه، انت عشان لا بتقول ان القران ما عندي انا مش ينفعش عارف، يتعارض مع بعضه فبترقعها. لا يمكن انه يتعارض مع بعضه، لا يمكن، ده هذا قول حكيم، بالظبط كده، وانا اثبتت دلوقتي ان هو بيتعارض مع بعضه. وانا اثبتت لك انه ما بيتعارضش مع بعضه بتفسير العلماء، طيب يلا وجامع بين نفتح. الايات، جامع ما بين طيب طيب الايات طيب طيب وبعضها طيب طيب تفسير، وكده. تفسير العلماء ده، تفسير العلماء ده هل هو ادق من تفسير الرسول؟ صلى الله عليه وسلم، هات لي يلا. يلا نفتح صحيح مسلم. أخذ رسول الله بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخرج المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة. لا صوتك اتكتم. ده كام يوم؟ هو المشكلة إن الترتيب ده مستحيل أصلا، الترتيب ده فيه أخطاء برضه. فظيع، أخطاء قاتلة يعني. أنت بتقول نور لا بعد الشجر الشجر. من غير ما تديله نور. تمام، بقولك النور بعد الشجر من الشجر. غير نور. النور بعد الشجر. بس هو هنا بيتكلم ثانية عن واحدة يا على شيخ، إيه؟ أنا على قطعت تقدير ثانية واحدة الأقواس. بس. ثانية لا ثانية في واحدة حد بس بقى بعد إذنك. بيتكلم معلش في ماني، الصوت. أنا أستأذن، أنا عندي ماتش بعد 25 دقيقة، فلازم أروح أفتح أستعدل. أوكي؟ طيب ماشي يلا حبيبي، يلا قول. ليلتكم سعيدة. مساء الفل أبو حميد هلا هلا يا مازن، منورنا. وحسيني وتمسحوا كل الناس، يلا هلا هلا حبيبتي حياتي. بس بخير. ويا ريت اللي موجودين هنا يسيبوا البث بعد 20 دقيقة ويجوا هناك علشان الماتش كلكم. محدش ماتش ايه؟ محدش يروح هناك. ماتش لا لا، احنا ايه؟ ملحدين كرويا كلنا، ما بنتفرجش على الماتش بس. جولة انا جولة، مش عنده جولة، محتاج عنده جولة جولة عنده. جولة يا جماعة، ماتش هنا اللي هو ماتش جولة. تيك توك، جولة في التيك توك. يلا ربنا يوفقك. ماشي نرجع تاني كده. معاك كام يوم يا دودج؟ كل ده تقدير قال اقوال كده كده، كل اللي ما هو اشوفك خلق بتخرق الارض. ها السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة، يعني 5 ايام، ست ايام قصدي، معاك متخيل. 6، ستة. طيب هو ده هو تقدير اقوال ضعف ده. الحديث ده، ضعف الحديث ده بسبب المتن والإسناد، ابن علي بن المديني والبخاري ويحيى بن معين وابن عبد ثواني الرحمن. ثواني 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 ثواني. الحديث يضعف بسنده مش بمتنه. اتفضل قول لي مين في سلسلة الرواة بتاعته ضعيف. على فكرة الحديث ده موجود في مسلم، ها مش جايبه من كيسنا يعني. مهما هو مش كل اللي في مسلم صحيح يعني. مش كل اللي في مسلم صحيح. جميل. مين اللي في سلسلة الرواة بتاعه ضعيف؟ انا مش هقدر صراحة ان انا اناقشك في فكرة الرواية والدراية والكلام ده، لان انا مش لا رواه صحيحة يا عزيزي. بص يا عزيزي، بص يا عزيزي، في ابلكيشن ظريف كده بستخدمه بتطلع منه الاحاديث. الابلكيشن ده لما بتيجي يجيب لك الحديث مثلا في مسند احمد، بتشوف ايه خلاصة حكم المحدث في هذا الحديث. اي حديث في البخاري ومسلم يقول لك خدمة التصحيح يعني ما بتشتغلش هنا. ليه؟ لان ده حديث في البخاري ومسلم فهو صحيح بالضرورة. انا برضو عندي الكلام ده ابلكيشن اسلامي مش من عندي يعني. وفي تفاصيل النهايه الكلام برضو ده برضو ما انت يسعدنيش. عشان تضعف الحديث بتضعفه على اساس السند مش المتن. متن الحديث ما فيهوش اي مشكله. متن الحديث، متن الحديث تمام. لا متن الحديث تمام ازاي؟ ما هو في تعارض تمام. اهو. يا سلام، انا مالي التعارض ده؟ معناه ان الدين غلط، مش معناه ان الحديث غلط. المهم يعني نزعه متن فيه الحديث ايمن هو معناه ان اعلم الدين منه. غلط. لا، ما فيش حاجه اسمها نزعه. في حاجه اسمها ان انت قلت لي الحديث ده طب طب ما انت يحيى ابن طلعته، معين ده فتفضل عندك تجيب يعني لي ما ينفعش يا حبيبي. مثلا؟ ما انا مالي، انا ماليش دعوه. انت تقول لي مثلا ان انت بتمسك في حاجة وما بتحب عزيزي تستعديها راي حتى لو العالم، انت شايف نفسك راي مسؤول. العالم، راي العالم يستدل له لا به. فانت لما تقول لي ان في عالم ضعف الحديث تتفضل تجيب لي سبب التضعيف. تضعيف في المتن ده اسمه استعباط. التضعيف بيبقى في السند، ان واحد من سلسله الرواه بتوعه مين قال لك لا ان يؤخذ هو به. مفيش تضعيف للحديث خالص ما بسبب فيش المتن؟ حديث بيضعف بمتنه. ضعيف خالص؟ متن احنا نهزر؟
طب طب الناس ايه قيمتني اللي ايه؟ موجودة على المسجد انت كلها هتضعف بالمتن كده؟ يبقى تضعف القران، هتضعف بالمتن يبقى تضعف القران، القران ضعيف، يلا بالمتن. ماشي، قالت نملة، ايه قالت نملة؟ دي متن بتاعها ضعيف، لا يستقيم النمل يتكلم، القران ده غلط. الشيء يا ما علينا، عزيزي خلي الناس يضعف بالسند، ماليش دعوه بالناس، ما تكلمش الناس، كلمنا هنا، انت مش واقف على المنبر يا حبيبي. الحديث يضعف بالسند، فاذا كان عندك حد في سلسله الرواة بتوعه فيه طعن، اتفضل قول لي مين هو ومين اللي طعن في عدله وضبطه. صوتك اتكتم يا استاذ دودج، مش سامعينك، صوتك مكتوم. الو، لا ما صوتك مكتوم، مش سامعينك، واخد كده مداخله طولت. شكرا يا استاذ الدوج، يعني احنا المداخله شكرا. طولت فعلا وعندنا ناس كتير طالبه، ويعني بقى افكر في الحاجات اللي احنا قلناها لك، بدور على الحديث وسنده. استاذ محمد صالح، منور الدنيا، تحياتي ليك. تحياتي يا حبيبي استاذ معني. هلا 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 ابو عمرو. هلا هلا وغلا، محباتي لكم جميعا، عساكم طيبين يا مولانا. احبه مولانا حبيبي، اهلا يا مولانا، مساء الخير عليك، مساء الخير ليك كلكم. وهلا هلا نيفين، منورانا يا نيفين. وهلا هلا نوركم كلكم يا عبد الحميد، اهلا يا مالك. شكلنا انا وانا واستاذ نيفين دخلنا بنفس الباص تقريبا، ها في نفس الباص. أيوة. ابو عزام منزلكم وهياخد من الناس من عندنا بقى. انت عملت استفتاء عندي على انت عملت استفتاء عندي على القناه، شارك فيه 600 واحد، وعلى هذا الاساس راينا ان الافضل ان احنا نفتح الموضوع ده النهارده. الاستفتاء كان اي نوع من الحلقات تفضله، وكان فيه 5 اختيارات. الاختيار الاول مواضيع ونقاشات مفتوحه مثل بس اسال ملحد، اخذ 15%. نقاشات في الفقه وتوضيح الحواربي، اخذ 9%. مواضيع في العقيده عن الله والبعث وتعارض الصفات، وده كان اقل حاجه خالص الناس طلبتها، 8%. إشكاليات القرآن 26%، وبثوث علمية وتعارض العلم مع الدين 42%. فقلنا بناء عليه ما يطلبه المستمعون نفتح النهاردة يا أبو عمو موضوع اللي احنا فاتحينه النهاردة ده، هل القرآن به أخطاء علمية؟ يعني أخذتم بالمنهج الديمقراطي. أيوة بالضبط كده. على قولة مولانا أشرف عبد الباقي. بالضبط كده. كمان جيد جيد، حلو كمان. واكتشفتوا أخطاء؟ والله هو كله أخطاء، يعني أخطاء علمية ورياضية وحسابية وفلسفية وأخلاقية، يعني مش عارفين نلاقي له مشكلة منطقية والله، وتاريخية ولغوية مش ملاحقين والله. الموضوع بايظ خالص والله، بايظ خالص. والمهم مش إنه يكون في أخطاء، المهم إنه حدا بيقدر يشوف هذه الأخطاء من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندي واحد مشكلة مولانا في الكلام اللي كان بيقوله الأستاذ الدوج ده، بيقول لك مستحيل يكون في أخطاء، وهو بينطلق إن ما فيهوش أخطاء، فبالتالي كل ما بيجي قدامه خطأ بيلاقي له مخرج. طب ما هو ده مش أسلوب بحث يا أستاذ الدوج، الأسلوب البحث إن أنت بتسيب الكلام دوت، بتعامل الكلام دوت إن هو كلام بشري خالص إلى أن يخلص ليك إن ما فيهوش أخطاء، بعد كده تبتدي تحط على اللي أنت عايزه. لكن إنك تحط العربية قدام الحصان، طب ما أنت مش هتلاقي أخطاء أكيد يعني. صحيح، بس قولوا يا أحبة، هل صوت برا أو في أصوات خارجية عندكم جاية من عندي؟ خفيف، أو في صوت عصافير من بعيد كده يعني؟ طيب تمام. ده نورس ده ولا إيه؟ هذه الطيور الغبية هذه، لا بتعرف تنام ولا بترتاح ولا كذا، وقارفيننا في حياتنا. هذا واحد إذا ما كان فيه سبب على عبثية هذه المخلوقات، إلا هذه النوارس كانت كافية صراحة. أغبى الكائنات اللي ممكن تشوفها هي والحمام. الحمام احنا عندنا هنا يعني وصلت بهم البقاء، القباحة والبجاحة، انه بيشوفك جاي بالسيارة بيوقف قدامك يطلع عليك يعني على الأرض، وما عنده جناحات يعني عادي يقدر يطير وكذا. فقط غلاسة هكذا يعني، قمة قلة الاحترام وأدب يعني. هذا عندنا في مصر كان تاكل لو عمل كده. ما هو هذا قال لك شو، من امن العقوبه ساء الادب، وهذا هو بالضبط ينطبق على هذول. شايف الان الساعه 1 عندنا بالليل، مش المفروض هذا الوقت بسيطة. الناس تكون نايمه بسيطه مولانا، كلوهم ما تعاقب هنا انت اذا ما هو هذا فكرنا فيها، بس المشكله انه يعاقبوك هنا يعني، انت لو يعني تعمل حاجه تروح. مفيش مطاعم بتعمل حمام؟ ما فيش هنا، أنا تروح تمسك حمامة يحطوك في السجن هنا يعني، ما عشان تصور أنت تنسجن
بعدين تطلع من السجن بعد 6 شهور يقول لك شو عملت؟ يقول والله اصطادت حمامة. انت مستوعب المعاناة؟ والله لسه ده لسه من يومين طالب حمام، والله كنت تستاهل بقك اكلت حمام زي الفل. وانا اصلا من الناس اللي اصلا ما بحب الحمام يعني، واكلت الحمام كثير يعني، بس ما بحبه يعني. هو شو هو؟ عبارة عن عظم مع شوية جلد يتخللهما لحم لا يشبع ولا يعمل اي شيء يعني، فقط انت تحس انك بتاكل دهن مع شوية طعم اللحم يعني، مش هو مثل الرز الدجاج او بتاعه بيبقى الديك طعمه او حلو يعني، يعني هو الفكرة في الرز الحمام بيبقى طعمه حلو قوي انتوا بتعملون احلى محشي من اي وكده رز. يعني تقريبا. اه حمام محشي رز. اه فهو الرز بتاعه اللي بيدي لك الشبع يعني، اللحم اللي بيبقى فيه قليل. اللي احب عشان ما اشغلكم موضوع الحمام، انتوا استمروا فيما انتم فيه، طيب اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ هذا القران من كيدكم ومكركم. امين 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 يا سخمة امين. طيب نرجع للناس، الاخوه الساده الافاضل اللي موجودين من المسلمين اللي حابين ان هم يطلعوا يناقشوا، تقدر ان انت تطلب جيست وتكتب رقم 7 في الشات لو حابب ان انت تنضم وتطلع معانا. والدوج انت مش لسه كنت فوق دوج؟ ما خلصنا بقى يعني، ناخد حد تاني، ادي المساحه لحد غيرك. قال هشام الحكواتي، خلينا نشوف الاستاذ هشام الحكواتي. ايه ده يا استاذنا؟ استاذ زهري، استاذ محمود الزهري قاعد تحته. زهري، هلا محمود الزهري. السلام السلام عليكم عليكم ورحمة استاذ الله محمود وبركاته. الزهري، منور. معاكم اخوكم محمود الزهري من المحله الكبرى في القاهره. حبيت يعني الاول احييكم بمناسبه النهارده يوم عاشوراء، احنا صايمين كلنا هنا الحمد لله، والنهارده يوم عاشوراء، اليوم اللي هو هرب فيه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام بعد ما سرق ثروات المصريين من ذهب وحاجات غاليه، هو والجماعه اللي معاه، وراح طالع بره وسرق الحاجات، واحنا الحمد لله لغايه دلوقتي بنحتفل بيوم هروبه بالمسروقات، وبنصوم اليوم ده ونقول عليه سيدنا موسى يعني. فحبيت ابارك لكم كلكم بالعيد ده، كل سنه وانتم طيبين. حبيبي كل سنه وانت طيب يا استاذ محمود، منورنا دايما. بس اللي منعم على اخوك محمد بقى، قول له قول له يؤمن بقى، كفايه كفر بقى يا استاذ محمد اخوك. محمد الزهري ولا مين؟ ايوه اه استاذ محمد الزهري. اه يا عم عارفه ده راجل يعني، استغفر الله العظيم، زي ما القران قال عليه نجس نجس، مفيش فايده فيها مع انه توامك. ليه يعني؟ شوف يا اخي، شوف غريب، غريبه الدنيا والله. نجاسه نجاسه، المشرك ده نجس على طول يعني، ما حدش يقدر يتكلم عليه، نجس على طبعا. اخويا انما ابويا المشرك، انما المشرك كلنا نجس. صح. اه طبعا طبعا، الحمد لله الذي عافانا. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. هو محمد ممكن صالح يبقى لما على بيبقى ده النور. سيدنا، يا هلا يا هلا بيك يا سيدنا، وكل سنه وانت طيب. انت الله يبارك كل فيك. عظم الله اجركم، احنا ما بنحتفل مثلكم بالصيام، احنا جالسين ندمل الركب يا ابو خالو. لا معلش، احنا بنحتفل عشان سيدنا موسى سرق الحاجه فبنحتفل بيه يعني. لا احنا جالسين بنلطم لانه سيدنا الحسين انقتل. الله يرحمه، والله ما اعرف الا منك. مات فعلا يعني؟ والله مش هو المشكله، لو هو مات لحاله يعني كان ما اخذ معاه خيره شباب اهل المنيا. لا اله الا الله، لا البقاء لله يا سيدي، والله ما اعرف الا منك دلوقتي، انا في اسف. حياتكم ان شاء الله، وما هي في حياتك. نجيكم في حاجه شر ابدا يا رب. هي في حياتك، هي في حياتك، شكرا كثير، وحياتك الباقيه. كملوا الحوار يا جماعه، انا هقعد معاكم 10 دقائق كده يمكن اسمع حاجه حلوه، ما اذا كان في منورنا دايما، مكان منورنا منورنا دايما حبيبي. طيب استاذ ذوان، تحياتي. تحياتي يا باشا، ازي حضرتك؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيب. انا دخلت لقيت الاستاذ الدوجي بيتكلم كده، فانا كنت عايز اتكلم مع حضرتك شويه. تحت بالنسبه امرك، اتفضل. لقضيه بس الاول بس نتعرف على حضرتك. حضرتك طيب؟ مسلم؟ انا مسلم والحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. سني ولا قرآني؟ لا لا، سني وقرآني. ممتاز. انا كده كده سني واحد بالله، مش فارقه بارك يعني، الله انا مش فيك. فارقه معايا اهم حاجه. هو انا صوت بيقطع من عندي انا ولا من عنده لا ولا ايه اللي لا من بيحصل؟ عندي تمام كده؟ معلش استاذ دوان، لما بتطلع بره الابلكيشن او لا بيجي لا لك معلش. نوتيفيكيشن ما بنسمعكش، صوتك بيتقطع. طيب تمام كده كويس؟ طيب اه سامعينك، اتفضل. ايه بقى اعتراضك على موضوع كرويه الارض؟ انت شايف الارض مسطحه ولا ايه؟ تمام. لا بص اقول لحضرتك على حاجه، هو دلوقتي فيها مجال للشك،
في اللي ناس فيها بتقول مجال الشك. مسطحة وفي ناس لا دي ناس كروية تعبانة في الأرض دماغها بتقول أصلا إن هي مثلا. مسطحة دي. والله لا دي ناس ما تعبانة في أنا دماغها بس بتقول إن هي مسطحة دي. إحنا ماشي، إحنا وأنا برضه ما هناخد بتكلمش في مع ناس حتة تعبانة اللوجيك. تعبانة في دماغهم. لا ما هو طب حتة هو اللوجيك والعلم ده حاجة خلصانة من 2000 سنة. فأنا ما بتكلمش مع ناس طيب تعبانة في دماغها بتتكلم في حاجات خلصت من 2000 سنة لسه، يعني مش هنتكلم في البديهيات يعني. أيوه خد. تمام، انت برضو في حتة تانية ان انت بتتكلم عليها، ان هو كان بيتكلم في حتة سورة فصلت، بيقول لك الارض أيوه خلقناها في يومين بعد كده الاربع ايام. أيوه تمام، الكلام أيوه ده كله ممكن آه تعدي الآية واقول لحضرتك هي يعني الست ايام طب ما اتخلقوا تيجي ازاي ناخد او الحديث، اتعملوا ازاي. سيبك من الآية، سيبك من الآية. بص أنا هقول الصراحة لحضرتك التفسير، على حاجة. أنا التفسير بتاعه عجبني، يعني أنا التفسير بتاعه عجبني. طيب ما تيجي نقرأ بقى الحديث بص اللي بيفسر. أخذ ما رسول انا الله اقول لك صلى عليه الله حاجة. عليه وسلم بيدي فقال اسمع بس، اسمع ده أنا بقرأ كلام الرسول، اسمع بس. خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، يبقى يوم السبت أول حاجة ربنا عمل إيه؟ قام عامل التربة. وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، يبقى الشجر يوم الاثنين والنور يوم الأربعاء، يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة. طيب أنا سؤالي لحضرتك، إزاي الشجر قبل النور؟ ده ألف به، ألف به زراعة. إزاي الشجر قبل النور؟ ده حاجة تانية بقى، إن طالما ما كانش فيه نور يعني ما كانش فيه شمس، بس العلم أثبت إن الشمس جت الأول وبعد كده جات الأرض مش العكس. ما تمام استاذن معاك، بس نعمل ايه في الكارثة، ممكن نعمل تديني. ايه في الكارثة العلمية دي؟ لا قول لي كارثه ولا المشروم، حاجه، قول لي لا المشروم مش كارثه عايز ولا نور، حاجه. احنا ممكن بس مش بس سامع يا نعرف سامي. في يعني قول لي المشروم، رقم المشروم مش الحديث. عايز نور، قول لي شجرة المشروم ما تحتاجش نور. ممكن نعرف بس ايوه رقم بتعمل في الحديث كهوف. فين عشان حاضر، نقدر رقم نتكلم مع الحديث حضرتك. 2789، تمام 2789 في صحيح مسلم، الراوي2700 أبو هريرة، تسعة تسعة وثمانين وثمانين في صحيح مسلم. الحديث ده فيه مشكلتين، الحديث ده اللي بيفسر الآية بيعمل لي تفصيل كده إيه ترتيب الخلق. ففي مشكلتين تمام عندي، واحدة إن النور جه بعد الزرع، بعد الزرع وده مستحيل، وحاجة تانية إن الأرض جت قبل النور، يعني الأرض جت قبل الشمس وده مستحيل برضه. ده غير إن القرآن بيقول الأرض، إن الأرض اتخلقت قبل الشمس وده مستحيل يعني. انت فاتح الكاميرا بتخوفنا ولا شو؟ لا يا حبيبي معلش، طيب بس عشان أنت ليه قالب على الحسين كده تمسوح؟ عاشوراء سمعته. أمور أوي، طيب أمور أوي، اللهم صل على النبي. بص يا باشا، اللي انا شايفه ان هو في ناس بتتكلم ان هم انكروا الحديث اصلا، مين والحديث اللي ده انكر ضعيف. الحديث ده؟ في الحديث ده صحيح يا فندم، وفي والمصدر بتاعه في صحيح مسلم. مين اللي انكر حديث في صحيح مسلم؟ اسمه ايه اللي طب انكره ماشي ده؟ عرفني عليه، بص لا عرفني عليه هقول لك الامام الجاحد، عشان ده هيبقى جاحد يعني. اللي بيقول على لا حديث صحيح في مسلم انه انكره وقال عليه ضعيف، مين الامام بص يا الجاحد باشا، ده؟ اسمه يعني ايه؟ بص ماشي، الامام احمد قال لك مسند تمام، وابن خزيمة انا ماليش دعوه تمام بمسند، انا ماليش ضعفه. دعوه بمسند احمد، انا بقول لك، انا بقول لك الحديث في صحيح مسلم. ما حضرتك انا رايح تجيب بتكلم عن الحديث ده من عند احمد؟ بص افهم حاجه بس، افهمك حاجه في الاحاديث، افهمك حاجه طب في انت الاحاديث. بتتكلم في حديث، بص طب ما نتكلم في قرآن. انت بتقول دلوقتي ان انت ممكن لدين صح؟ افهمك حاجه، ممكن اكمل الجمله، اكمل الجمله، طب اتفضل. اكمل الجمله، اكمل الجمله. حضرتك الاحاديث ممكن مثلا يبقى ماني، ماني قال انه رجل في الستين من عمره، دي المقوله اللي ماني قالها، خلاص نقل المقوله دي مين؟ حسيني وعبد الحميد، حسيني سمعها مني وحسيني بلغها لعبد الحميد، وعبد الحميد بلغها لساني، الثلاثه دول ايه بلغوها. فانت حضرتك وصلت لك المعلومه عن الطريق ده اللي هو حسيني عبد الحميد سامي. في ناس بص تانية سمعت برضو المقوله دي، صبرك عليا، في ناس تانية سمعت المقوله دي اللي هم مين؟ دكتور تمسوح سمع مني، نقل لاستاذ محمد صالح، نقل لاستاذ محمد الزهيري، وصلوا لك برضو المعلومه. لما جيت بصيت في الطريقين دول، استاذ عبد الحميد راجل كذاب في الطريق الاولاني، فانت مش هتاخد الطريق ده وهتقول عليه الحديث ده كده ضعيف من الطريق ده، بس الطريق التاني بتاع تمسوح، استاذ محمد صالح، استاذ محمد الزهيري، ده طريق ده كلهم الناس دي عدول ثقات، فيبقى الحديث صحيح من الجهه دي. فممكن الحديث تلاقيه موجود في اكتر من طريق كلهم ضعيف ما عدا واحد صحيح، طالما ان هو صح نقله عن طريق خلاص كده الحديث بقى صحيح. يعني انا وصلت ولا دلوقتي لو اشرح قلت اكتر؟ لك هقول وصلت لك ولا ايه، اشرح اكتر؟ هي وصلت بس انا عايز اعرفك ان هو طب يعني ضعيف وكذا واحد ضعف خلاص كده يعني ايه بننهي ضعيف؟ يعني الكلام. ايه كلمة ضعيف دي؟ يعني ايه كلمة ضعيف دي؟
يعني مش حسن، مش سليم، يعني في شك. يعني ايه مش فطالما سليم؟ في يعني شك، ضعيف؟ دي طالما ثانية في واحدة، شك الحديث خلاص بيبقى انا عبارة عن سيبه. يا ذا وان يا ذا وان، الحديث بيبقى متن وسند. تمام. خلاص؟ المتن بتاعه، متن المتن وسند. بتاعه، ايوه، اتفضل احنا بقى كمل. التصحيح والتضعيف ده، التصحيح تمام والتضعيف ده عند كل المسلمين، مش في المتن. عمره ما بيبقى في تمام المتن، بيبقى في السند. ما انت برضو اقول لك، قلت لك اديني رقم الحديث وصلت؟ عشان اعرف ارد على حضرتك، صح؟ 2789. طيب ما انا بقول لك اهو في 2789. تضعيف الحديث. طب ما انا ممكن مين اكمل اللي زي ما انت كملت. قال ان الحديث اللي في صحيح مسلم اللي رقمه ماشي، 2789 وارد ده اهو اللي الراوي لعينا. بتاعه ابو هريره انه ضعيف؟ بص يا باشا، هقول مين لحضرتك على اللي قال؟ حاجه. ماشي، في تضعيف الحديث دوت بالذات، تمام كده، واسناده، يعني تضعيف في متن واسناد البخاري ويحيى بن ما عبد حدش ابن بيضعف وعبد الله متن، بن ما حدش بيضعف متن، والله ما يا حد باشا. بيضعف متن. طب ما انا اهو واسناده اهو، والله والله واسناده، والله واسناده البخاري ويحيى بن معين وعبد الله بن عبد الرحمن بن مهدي، وكما تم نقله من الاخرين وابن تيمية في مجموع الفتاوي، واحد على 256 واثنين على 443، ووقف عليه، واخر مرجع ليهم ذهب اليه كثيرا من العلماء محدثي قلبهي وابن تيميه وغيره. وكانت العله التي اعلوها بها ان العله الاولى رايته موقوفا من نقل عن ابي هريره رضي الله عنه عن كعب ابن الاحبار، يا وترجمه حبيب الروايه قلبي يا غالي، انا متفق معاك في كل اللي انت بتقوله، انت بس. ما فهمتش طيب اللي انا بقوله. ده طب طريق والعله الثانيه؟ مضاعف. طيب والعله افهم الثانيه افهم الكلام في الاسناد. افهم 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 ان هو لما انت عمال بتضعف ده، انت بتضعف الطرق زي ما شرحت لك كده. في طريقين للكلام اللي قال ان ماني قال انه راجل عنده 60 سنة. خلاص؟ انا في طريقين نقل. اسمع عشان تفهم. انت بتعيد كلام انت مش فاهمه، انت لا بتقرا كده من مواقع ومش فاهم انت بتقرا ايه. انا برضو في مش طريقين فاهم الفرق. ماني، ايوه والله في طريقين نقلوا ان ماني عنده 60 سنه. الطريق الاولاني كان حسيني عبد الحميد سامي، الطريق ده كان فيه واحد كذاب، يبقى الطريق ده احنا بنقول عليه ضعيف. ده اللي انت عمال بتقرا فيه ان الحديث ضعيف من الجهه دي، بس في جهه تانية الحديث فيها صحيح. هنا احنا بنتكلم سند، التصحيح والتضعيف في السند، والحديث الصحيح في البخاري ومسلم ما حدش بيضعف متنه. عمر ما حد بيضعف بالمتن في حديث صحيح في البخاري ومسلم. طب ما انا وصلت؟ اصل لسه ماشي يا باشا، انا معاك انه ما حدش بيضعف من، انا بقول لك اهو وقوع خلل في الاسناد، يعني انت لسه انا ما بقول كملتش الاسناد معاك ده لحديث من جهه تانية، يا رب نفهم، مش يا من باشا. الجهه اللي ماشي، ذكرها او انت عايز البخاري. يعني خلاص يبقى انت صح. لا يبقى انت صح كده، انت مش عايز حتى تفهم تقول الكلام دوت كله، خلاص ننسي جدا لذوقك يا باشا. شكرا. لا لا، ثانية سلام. واحدة ثانية واحدة، خليك لا معايا. لا أنا لا هجيب لك هجيب لك بس عشان قول لي سلسلة الرواية، قول لي لا سلسلة يا الرواية اللي باشا، عندك اللي أنت مضعف. أنا لا، قول لي سيبني. سلسلة الرواية اللي أنت لا يا مضعفها، شكرا قول لي شكرا سلسلة الرواية اللي أنت مضعفها. لا طيب أنا هجيب أخذ رسول. طيب أنا هجيبه. السلام على من اتبع الهدى. عليك السلام، اتفضل يا سامي. معلش خلاص خلصت المشاوير، سوري والله اخوانا، يعني عشان انت عارف ان انا في حزام العصير. أنت لسه الدنيا عندك كده؟ اه والله حزام العصير والبراكين والزلازل، لسه الدنيا برضه مش لازم ارجع البيت قعدتش شوية الأعاصير. لا هديت، بس طبعا انت عارف في بقى توابع الاعاصير. معلش يا سيدي، حياتي المهم انت بتعدي بخير. للجميع، دكتور هاني ربنا يخليك، دكتور عبد الحميد، دكتور حسيني، دكتور تمسوح الأمور، والدكتور محمد صالح، هل والدكتور الفنان محمود الزهري، والدكتور نيفين. آسف معلش، إن شاء الله ما شفتش. السلام عليكم يا دكتور سامي، ازيك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ايه بقى الشكر محمود النهارده يا فندم؟ اهلا بك يا فندم محمود، اهلا بك يا فندم محمود. والله انت والفنان محمد ثروت اخر دويتو عملتوه بتاع من كام سنه، وانا ميال ميال بتاع يا طيور النورس، لما هو كان عامل طائر نورس وانت كنت بتجري وراه. كان ايه الشبهه النهارده عشان ننسف لكم الشبهات بتاعت النهارده؟ شبهتنا الاخطاء العلميه في القران. طب ده كلام النبي. لا والله ده كلام فعلا ينفع. يعني معقوله ربنا اللي خلق الكون كله، وهو يعني اللي فجر الانفجار، وهو اللي ثقب الخرم الاسود، هيقول حاجه غلط في القران؟ يعني يا جماعه بالعقل، يعني بالمنطق، بالمنطق يعني. انا بقيت والله العظيم كل ما بسمع كلمه منطق هنا على البرنامج المهبب ده بتحس بتصحح سلاحي، مسدس والله بتحس سلاحي على طول.
الراجل اللي طلع امبارح وقال لك بص انا لا بتاع دين ولا بتاع علم، انا اكلمك بالمنطق. الطفل اول ما بيرتاع بيبقى في الرحم، لكن بعد كده بيطلع على البطن. لما يطلع على البطن بتعمل انت بقى الاشعه، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، افحمنا من اللذين. خلاص بقى يسجل بقى المقطع بقى ويروح ينزله بقى شاهد بقى مش عارف مسلم بسيط يفشخ مجموعه من الملاحين، وبيجيب سيره طيب ضحك بقى في المسارح يعني الكلام ده. اتفضل اهو بياخدوا الحاجات دي وينزلوها مقاطع وحاجات كده، والله الناس لطيفه قوي، ناس طيبين قوي. طلع لك انا حد دلوقتي يا سامي، بما ان انت بقى فضيت لنا. معلش يا ميلي، ممكن تطلع صالح بس عشان بيقولوا انه راجع كلامنا ولقينا غلط. ممكن نطلع صالح، يا سلام، يعني الراجل لو طلعنا غلط دي حاجه احنا نتبسط بيها والله، نتعلم، حدش كبير على الغلط، ونعترف ان احنا كمان غلطنا. السلام عليكم. انا مش فاكر اصلا احنا قلنا له ايه والله. مين كان بيكلم الاستاذ صالح؟ انت يا مان. انا يا نهار اسود. طيب شكرا لك. ازاي يا مان؟ برافو عليك يا مان، انت بقيت زي شكرا يا استاذ عبد الحميد، شكرا. قول لي يا استاذ صالح انا هبت عليك في ايه؟ قلت لك ايه اول حاجه؟ اول حاجه على موضوع عبد الحميد، هو قال لي ان هو طلع مش انا، هو يا عبد الحميد، شفت متدلس عليا يا عبد الحميد. لا لا انت كمان، استنى استنى انت كمان. هو اول حاجه موضوع اللي انت كنت عمال تقول لي ثانيه يا عبد الحميد انا بتكلم، دي المداخله. موضوع ده اتكلمتش في الاخر. سيدنا عمرو بن العاص استعبد ما اعرفش اهالي الاطفال ولا مش عارف ايه، انا ما لقيتهوش خالص، دورت في كل حته ما لقيتش اي حاجه بتقول الكلام ده في جوجل وفي يوتيوب وفي كل طيب حاجه. حاضر حاضر هجيبها لك، حاضر حاضر هجيبها لك. خلاص ايه تاني يا سيدي ما عندك؟ مش موجود خلاص. هو احنا قلنا الكتاب المقريزي، انت دورت في كتاب المقريزي وما لقيتهاش؟ كتاب البيان المقريزي موجود الكلام هذا بالتفصيل. انا ما اعرفش مين المقريزي ده، طب ممكن المقريزي ده كاتب، ما هو مش شرط يبقى صح. مسلم حد كده تحت السلم، حد مسلم كده مؤرخ يعني، مين يعني كده ان حدش سمع عنه في مؤرخين الاسلام يعني تحت السلم كده. لو حاجه شبه دي حصلت الشارع مذكور جدا. كريزي ده المصدر الاول للتاريخ في مصر، المصدر الاول للتاريخ في كان كل الناس اتكلمت. محل شاورما والله قدام مدرسه البنات. مسلم 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 كريزي مسلم يعني زي مسلم يكتب حاجه شبه دي مش عارف. ما عشان هو اللي حصل، الراجل هيفتي من عنده. الراجل مؤرخ، شغلته مؤرخ، بيقول لك اللي حصل. تمام تمام. انت عايز تدلس يعني؟ عشان كويس؟ المقريزي كان شيعي. واخد بالك؟ ما بيحبش عمرو بن العاص. هو شكله اصلا مسيحي يعني، ما اعرفش في واحد اسمه مقريزي مسلم. تقي الدين المقريزي. مش جد تقي تقي الدين المقريزي. مسيحي. تقي الدين المقريزي اسمه. ولا تقي الدين. تقي الدين اسمه المقروسي. اه مش مقروزي، مقريزي مقريزي يعني ابن تيمية. بس مقريزي لا، يوحنا يوحنا النقيوسي حاجة، وتقي الدين المقريزي حاجة تانية خالص. يعني ابن تيمية النقيوسي ده شخص تاني. ابن تيمية اسمه تقي، اسمعني يا سارة، ابن تيمية اسمه تقي الدين ابن تيمية، يعني مسيحي كمان. ما اعرفش بقى اسمه. ابن تيمية كان حراني ما كانش مسيحي معروف يعني. انا ما اعرفش ان هو اسمه تقي الدين يا جدعان، والله والله ما اعرف. هو بس اذا في فرصة بسيطة بس نقطة لأخ صالح، هو كيف انه مسلم يكتب مثل هذا الكلام؟ لانه في ذلك الوقت المسلمين ما كانوا بيتنكرون من افعال هذه الافعال يعني، بل بالعكس كانوا يرونها ان هذه الافعال هي جزء من العزه التي عزهم الله بها بهذا الاسلام. لذلك لما كانوا يكتبوه كانوا يكتبوه على وجه المفاخره كذلك، مش فقط انه كيف ازاي وهو اصلا ضد الاسلام. ثواني ثواني يا حبيبي ثواني. وبالتالي الآن لما طبعا الناس صارت تخجل من مثل هذا الكلام، وصاروا يعتقدون بأخوة الأقباط والهلال مع الصليب وكذا، فالناس الآن ممكن تكون مستغربة. وإلا مثل هذا مثلا، أنت عندما تقرأ في التفاسير تقرأ في كذا، المسيحيين يعني كانوا يعيشون حالة من الذل الشديد وحالة من الاضطهاد الشديد، وهذا الذي يعني الذي يعني كانوا يحققون قول القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية كانوا يقولون نعم أن الله ضرب عليهم الذل والصغار لأنهم بقوا على الكفر، ولو أرادوا يعني رفع هذه الذل وهذا الصغار لذلك عليهم أن يدخلوا الإسلام، ولكن الله عصم دماءهم بأن خلاهم أذلة صغار بين المسلمين. وطبعا ولذلك كانوا يدرسون يعني مثل ما يقول ابن القيم في موضوع في احكام اهل الذمه،
انه كيف كانوا يعني لما ذكر يعني كيف كان يقول عمر بن الخطاب انه لا اقربهم وقد ابعدهم الله ولا اعمل وقد فعل، يعني عرف كيف؟ وبالتالي هما اصلا كانوا يقاتلون المسيحيين ومن بقى من المسيحيين في هذه البلدان التي كانوا يعني يدخلونها، يا اما انهم صالحوا المسلمين على انهم لا يقتلوا ويدفعوا الجزية عن يدي وهم صاغرين، او انهم كانوا يقتلون يعني على طول، يعني عرفت كيف؟ فبالتالي هذا على هذا الاساس المقريزي وغيره ممن اهتموا بالتاريخ كانوا، يعني ده مش فقط يعني المقريزي، يعني كثير من علماء المسلمين ذكروا امور اكثر من هذا، يعني لما مثلا مثل ما فعل صلاح الدين الايوبي في قتل الاسرى، ومثل ما كان يعني يفعل. طب ممكن اتكلم؟ طيب حضرتك هتتكلم اكيد كتير. اكيد انا بس بوضح لك النقطه وانت نقاشك مع الاخوه يعني. فبالتالي انا فقط نقطه انه كيف ان المقريزي يكتب مثل هذا الكلام، لان ببساطه شديده هذا الكلام ايامها لسه ما انولدت طائفه باسم الخجلانين يعني، كل المحبات لك. لا والله ما حدش. انا بس انا 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 اللي انا اللي غلطت في المصدر، انا اسف. هو البلاذري فتوح البلدان واحد على 225 هتلاقي فيه ذكر ما عمله عمرو بن العاص في فتح ليبيا. البلاذري فتوح البلدان واحد على 225. انا اللي اتلخبط. ده مش مرجع حضرتك يعني، انت فاهم؟ ما اعرفش هو طبعا حضرتك. انت خبير انت خبير مؤرخ طبعا، وعارف طبعا مؤرخين المسلمين طبعا، انت عارف مين اللي مرجع ومين اللي مش مرجع يا استاذ صالح. لا طبعا يعني طبعا الكلام ده لو هو فعلا حقيقي كان مين البلاذري ده؟ مين البلاذري ده؟ مين البلاذري؟ تعرف مين البلاذري؟ طب لما انت مش عارف بتقول مش مرجع ازاي؟ ايوه وارد ان هو يتغير يعني، وارد مش وارد ان هو يتغير. وارد ان هو يتغير يعني الاول يعني بادئ زي بادئ في اصول البحث، بادئ صالح بادئ زي بادئ في اصول البحث، في اصول البحث انا قلت لك اسم، انت مش عارف مين الاسم ده، تروح تشوف مين الاسم الاول وتشوف ده مؤرخ فعلا ولا لا، وده مصدر تاريخي ولا لا، وده المسلمين بياخدوا منه التاريخ ولا لا، البلاذري، وبعد كده تيجي تقول لي يلا لا ده مش مصدر. تمام. لكن انت اصلا ما تعرفش مين الشخص، وانت اول حاجه رميتها لا ده مش مصدر. لا انا ما قلتش ممكن ما يكونش مصدر، انا ما قلتش ان هو مش مصدر، انا قلت ممكن ما يكونش مصدر. لا انت قلت مش مصدر، واضحه واضحه كده، انت متخبطها كده. ارجع عن كلامي عادي يعني. تمام. طيب ممكن ومش ممكن، دي بقى تروح تدور بقى يا سيدي، اديني اديتك المصدر، روح دور من التاريخ تعرف وتشوف، وهتلاقي ان الكلام ده موجود. لو كنت انت حتى فعلا دورت بذمه يعني، لو انت كنت حتى دورت بذمه، لو انت بس كتبت بذمه، بس كتبت عمرو بن العاص ليبيا جزيه انتر، هتلاقي المصدر والله انا كتبت مصدر عمرو بن العاص الاستعباد ما طلعليش حاجه. ما فيش استعباد، كلمه استعباد دي ما بيستخدمش، دي مش كي ورد صح. امال ايه؟ دي مش كي ورد، لان هو كمان شو بيقولوا عليها استعباد، كان بيقولوا عليها استرقاق اصلا، فانت بتدور بكلمه مش هتلاقيها في الكتب الاسلاميه ولا في المصادر الاسلاميه، الكلمه دي مش موجوده، كانوا بيستخدموا بدلها كلمه استرقاق، فانت اصلا بتدور بكلمه غلط، بيستخدموا استرقاق، بيستخدموا سبي. تمام. في كلمات اخرى بتستخدم. فانت لو عايز تعرف القصه، انا لما انا اتكلمت معايا في قصه ليبيا انا قلت لك انه كان بياخد الجزيه، ما قلتش جبت سيره الاستعباد، كنت بتكلم بياخد الجزيه من عيالهم خلاص. تمام. فانت لما هتروح تدور على ايه؟ جزيه ليبيا عمرو بن العاص انتر، هتلاقي المصادر طلعت لك. تمام. انا بقى دورت بقى في ايه، في الايه اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي يخرج بين الصلب والطرق. تمام. الله ينور عليك، برافو عليك، كويس. دخلت اللي انا قلت لك عليه ان انا اكتب بالانجليزي، انا مش لازم اكتب بالانجليزي، ما اعرفش بصراحه اكتب بالانجليزي يعني، عشان ما انا قلت لك تعمل ايه لو انت ما بتعرفش تكتب انجليزي، تكتب في جوجل ترانزليت، ترانزليت وتقوم رايح على شات جي بي تي او رايح على جوجل بارد وتخليه يشرح لك، ومش عارف الاجابه قول له ترجم الاجابه دي للعربي. قلت لك تعمل الخطوات دي صح ولا لا؟ ماشي. لا 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 مش مهم، لا انا مش مهم. طب انا ما عملتش الحاجات دي، روح اعملها وتعالى لي يعني. هو العربي جهل؟ ما هو العربي حبيبي العربي طبعا جهل، لان هم كلهم بيدلسوا علشان يطلعوا القران صح، في تدليس، حضرتك العلم بيؤخذ من مصادره، فعشان كده انا قلت لك شات جي بي تي ده مش ابن خالتي وما يعرفش حضرتك مسلم ولا بوذي، ده اي اي. طب منطقيا بس انا عايز افهم حاجه، منطقيا منطقيا مش هيكذب عليك يعني. انا بسالك منطقيا مهم، بنتكلم عن الايه، معاك بقى يا سامي، معاك بقى يا سامي اتفضل. تمام. انا عايز اكلم بس حد، اكلم مين دلوقتي؟ طيب لو بالمنطق يبقى اتكلم معايا. ماشي تمام. منطقيا خلاص، على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان في ناس بيحصل لها خصي صح، حبيبه ولا مش عارف ايه صح؟ بالظبط بالظبط. تمام. الناس اللي هي بيحصل لها كده اكيد مش بتطلع مي مثلا، ولا بتطلع اي حاجه من الحاجات دي، حيوانات منويه ولا كانت بتجيب جاز. انا مش بهزر والله العظيم، بتكلم بجد. ايوه تراب، هعمل ايه؟ طب خلاص، ما هي باينه للاعمى يعني، يعني هي باينه للاعمى، مش هتبان للرسول عليه الصلاه والسلام. ما اكيد ما بنتلوش، هنعمل ايه؟ يعني انت تحاسبنا على ذكائه هو يعني؟ هو لا مستحيل مستحيل حضرتك، ما فيش حاجه اسمها كده انت فاهم يعني. لو هو بص
يعني الرسول عليه الصلاه والسلام اعظم انسان في الكون، وده اصلا بيعترف الغرب، فاهم؟ مفيش طبعا حد بعترف الغرب ساعتها هيؤمن بنفسه. بيه. اه طبعا في كتاب بيقول لك اكتر من شخصيه في العالم تاثيرا الرسول الاول، وكان وده فيها ناس حقيقي. تتخانق مفيش طبعا طبعا حد مش عظيم هيبقى هتصدقه 2 مليار واحد، مفيش اصلا، انت فاهم؟ مفيش تمام حد عظيم هيبقى يعمل كل الفتوحات دي والناس كلها خدت بفكره واشتغلت، فاهم؟ مفيش. طبعا ده هو فكره طبعا كله كان الكلام ده على الهبل اللي هو لو احنا بنقوله ده. طيب فين؟ طيب خلاص خلص المنطق كده ولا ايه؟ اه انا شايف كده ان انا قلت رايي، يعني لو عندك راي اتفضل. طيب لا رأيي قوله هو بقى مش ليا انا، هو انا اللي قلت ولا هو؟ ايوه ماشي. طب يعني انت شايف ان دي حاجه ممكن تبقى فعلا موجوده، اه ممكن حاجه اه باينه للاعمى والرسول مش كاتبها ايوه اصلا؟ انا اقول لك ليه، انا اقول لك ليه. انت مش في مصر عندنا يقول لك ان ده راجل من ظهر راجل؟ ايوه طب والناس دول عمر ناس ما بس كانوا عشان عارفين ان كده بالحب يعني. نفس المنطق هي ناس لا بالحب اللي هو احنا كلنا من بالظبط كده يعني ماشيه ماشيه بالحب والله. انت عارف ان كل حاجه بالحنيه بتفك والله العظيم، بس احنا بس اللي قافشين، احنا فعلا بس اللي مزودينها. طب انا بص انا مش شايف ان ده خطأ علمي بصراحة، وان ده تدليس مع احترامي ليكم طبعا. خلاص يعني تمام لما خلاص تجيبوا ده خطأ علمي يبقى خطأ علمي واضح. اه والله الرسول ما كانش يعرف يجيب المعلومة دي، واه لا ما كانش في زمانه فعلا، بس دي معلومة اصلا تقريبا موجودة من اي من الكنسان الكهفي. اقول ايه يعني؟ المعلومة اللي هي ايه؟ اللي هو ان اكيد المني بيجي من الخصية باينة قوي يعني. طب اذا رسولك قال ان ما جيش من الخصية جاي من الظاهر، بتحاسبنا احنا ولا لازم تحاسبه هو؟ لا مين قال كده؟ مين قال كده؟ الرسول انا لما جميع دخلت انا المفسرين فاهم فاهم قالوا، ما جميع انا عارف المفسرين الايه اللي انت والعلماء بتتكلم عن مين؟ المسلمين قالوا كده. لا ما حلو حلو هي صح، بس هو بيكلمك في ايه؟ بيكلمك ان اللي هو الصلب والترايب هو اللي بيدعم، هو اللي بيغذي الخصية، ما اعرفش في كده رابط ما بينهم. ثالث واحد بيقولنا بيدعم، هي الآية تقول إيه؟ قال ايوه هو بيدعم، بيخرج ما بين الآية الصلب شو قالت؟ يخرج ولا قال بيدعم؟ ما حضرتك احنا مش بنفهم القرآن بالكلمة، يعني احنا مش هنمسك المسطرة ونقيس كلام ربنا، انت فاهم الفكرة؟ أتقصد نلوي عنق النص عشان تجي هي والعلم بالضبط صح؟ لا بالحق يا عم والله انا ما بقولكش انها اعجاز علمي ولا بقول لك انها خطأ علمي، فاهم؟ وبعدين مين نفسي افهم احنا بيقولوا لك مين انها قال؟ خطأ علمي كمان، يعني ما ناش معاكسينك، يعني بيقول لك انا ان ما هي قلتش خطأ انها علمي. خطأ علمي ولا قلت انها اعجاز، تمام؟ ده اول حاجة. تاني حاجة، مين قال لك ان احنا بنقول القرآن ده عبارة عن فيزياء وكيمياء وربنا داخل يتحدى نيوتن مثلا؟ انا مش عارف انتوا بتقولوا ايه. طب ما انت هو يعني هو انت بتقول نفس الكلام ده للناس اللي هم بيتكلموا عن الاعجاز العلمي في القران الكريم يا استاذ صالح؟ اه يعني انت بتخش لهم تقول لهم على فكره كلامكم في الاعجاز العلمي ده غلط؟ مش قصة كده، بس ما هو القرآن مش كتاب علمي، احنا مش جايين نتحدى نيوتن ولا اينشتاين طب ولا هو مش عارف كتاب ايه. ايه؟ طب هو كتاب ايه؟ كتاب ديني تمام، روحي ليه معنى، بيدي الانسان معنى، بيدي الانسان قيمته، بيدي الانسان ان هو ايه يعيش بسلام مال تتكلم ويفهم في العلم، الدنيا ماشيه ازاي. مال تتكلم في العلم ليه مال؟ انا ما ورد رضيتش نفسه ليه اتكلم في طيب؟ العلم، انا بس بشوف دخلت اتكلمكم تمام طب وقلت وليه اتعرف على ناس ورد مختلفه نفسه معايا فكريا. وقال ان الارض معموله قبل السماء وعمل الكلام دوت وان الشمس دليل على الظل والكلام ده، ليه عمل كده طيب؟ الشمس ايه؟ دليل على الظل. دليل على الظل؟ يعني ايه دليل على الظل؟ مش فاهم. اخر مره قريت فيها قران كانت امتى استاذ صالح؟ يعني بسمع كل يوم مش بقرا. ليه طيب؟ يعني اذا كان ادى الانسان قيمته، يعني حاجه مدياك قيمتك تقوم انت ما تقراهاش انا الحمد لله بصلي تمام، وانا عارف ان انا مقصر، بس انت فاهم الفكره؟ يعني انا غلطان في لا الحاجات مش دي، فاهم بس انا قصدك. ماشي، انا عارف ان انا مقصر، وانا بقول انا عارف ان انا مقصر، بس على الاقل ليا قيمه. يعني ايه ليا قيمه؟ انا اسف انت لو حضرتك ملحد تمام، انا مش شايف انك انت ليك مغزى في الحياه، انت عايش 70 سنه تتوكل على الله ولا كأن الدنيا ليها معنى، ولا كأن مفيش اي حاجه، موضوع عبثي فشخ، انا اسف بس الكلمه دي، بس عبثي قوي. ايه يا طب جدعان ده؟ وانت المغزى بالنسبه لك ايه؟ يعني انك انت انا تفضل عايش المغزى خايف اول حاجه عشان انت خايف تتلسع مغزى، وتعمل شاورما يوم القيامه، هو ده المغزى؟ هي دي قيمتك؟ لا هقول لحضرتك اول حاجه، عارف ان في عدل في يوم القيامه تمام، ففي ناس عدل هتتحاسب على ايه؟ على عملها، ده اول حاجه. تاني حاجه، عملها اللي هي ايه؟ عملها اللي هي ايه؟ اول حاجه عملها ان هم عملوا خير تمام. تاني حاجه ان هم ايه، هل فعلا كانوا مؤمنين بربنا وما عندهمش شكوك، وايه بقى تكبروا بقى واختاروا زي ما طب انا انت خايف بالنسبه لك تعملوا كده. صالح معلش، بس بالنسبه ان هم عملوا خير ده، عارف الراجل اللي بيحكم دوله الكيان دلوقتي اللي هو رئيس الوزراء؟ جميل. اه ماشي، اللي اوله نيتن. ايوه
ده لو مثلا بكره الصبح قال اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، وبعدها وهو بيعدي الشارع خبط في توك توك مات، تفتكر هيحصل فيه ايه؟ ربنا بقى يحاسبه بقى، ما انا مش عارف. لا ما تتكسفش، انا مش عايز تتكسف، مش عايز لا ما تتكسف، هو لا مش عارف، لا هو لا مش لا هتكسف. لا انا عايز لا افهم كله حاجه، لا كسوف، الكسوف انا لا، عايز افهم حاجه، انا عايز افهم لا حاجه. عايزك تبقى جامد كده في كلنا دينك بنغلط صح؟ يعني. كلنا بنغلط صح؟ طبعا احنا ونتن وبتاع كلنا بنغلط غلطات بسيطه جميل زي قوي، جميل قوي، جميل قوي. بس الغلط فيه غلط عظيم ما يقدرش يتغفر، اللي هو ايه؟ انك انت حتى مش مؤمن ان ربنا موجود، فاهم؟ يا فانت مش أخي حاسس بحاجه، صالح، قل يا فانت عبادي حتى الذين مش أسرفوا مدي على ربنا، أنفسهم لا مش تقنطوا من مدي، رحمة عارف؟ الله، افهم إن الله كويس يغفر الذنوب جميعا. الا ان يشرك به، صح؟ انت أيوه طبعا، كفرت يا ما أنا قلت استاذ. لك، ما أنا قلت لك هيسلم الراجل، وأنا قلت حاجة غير كده، أنا طلع من ماشي بوقي غير خلاص كده، ما حلو، أنا بقول لك ايوه حاشد ماشي. أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتتبدل كل ما سيئاته انا اللي أنت عارفها طبعا من شهر أكتوبر ايوه اللي فات، واخد بالك، جميل. وغيرها، هتتبدل كل سيئاته حسنات، طب ما واخد الراجل بالك، تاب يا عم، فما ما الراجل تاب. تقوليش عدل، ما تقوليش عدل، عيب يعني تقول عدل. طب ما هو الراجل تاب، طب معناه ايوه يعني ما هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ادي الله ادي حكمته، هنعمل ايه؟ ده ما اسموش عدل بقى، ده لا اسمه رز عدل بلبن، حضرتك. هو واخد هو مين بالك؟ اللي يقول عدل؟ انا عايز افهم بس، مين اللي يقول عدل؟ مين اللي يقول عدل؟ ايوه ربنا ربنا اللي اللي يقول يقول عدل. عدل صح؟ بس بمزاجه، يبقى ما تقوليش ايوه عمل خير فعلا ومش عمل بمزاج. خير، وما تقوليش ادى حد قيمته. لا ما اداش قيمته. ده يعني ايه واحد انتوا كده قاعد، عارف عارف الناس الاقطاعيين بتوع الوسيه بتاعت زمان بتاعت مصر؟ بالكرباج. واخد بالك؟ بمزاجي انا. ده لسوعه بالكرباج والتاني والتاني اديله نفحه وازيده فوق نفحته نفحه، وتقول لي ده عامل لنا قيمه، لان هو بص هو اللي بيحدد العدل، مين الخواجه هو اللي بيحدد العدل، تمام؟ وطالما الزحمة مين يا أستاذ هيديله أحمد، خلاص. أستاذ فاهم أحمد، حضرتك، أنا فاهم حضرتك. اتفضل يا مولانا. ربنا إذا ربنا تسمح لي ممكن، أقطع لحظة يعني 10 ثواني. ماشي اتفضل اتفضل براحتك. شكرا كثيرا لك. هو مش العفو. الحديث يقول لو ساوت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها، شربة، يعني ما سقى فيها كافر شربة ماء؟ يعني هي ولولا البهائم، الدنيا، ولولا البهائم ما امطروا. وبالتالي الدنيا هذه كلها على بعض ملهاش قيمة يعني، فأنت كيف صار عندك قيمة؟ ايوه ما بقول لك ان انا قيمتي ان انا عندي ما هو في الله الدنيا دي بيقول، لازم. الرسول بيقول انه الدنيا كلها ما لها قيمة، يعني انت كمسلم يعني كل الارض والحيوانات والبشر وكلها ما لهاش قيمة يعني، وانت كمسلم ايوه وكبشر، وانت كبشر في القرآن، القرآن دائما يعني بيعتبك و بيعاتبك وبيصغر من شخص من شأنك ويقول خلق الإنسان وخلق الإنسان قتل الإنسان ما ضعيف، أكفره. وكان الإنسان وأكثر شيء جدلا وكل هذه الآيات يعني، فأنت كإنسان ما لكش قيمة مين قال فقط كده؟ هذا. نعم يا صالح مين قال أنت كده؟ بتعبد، بكفاية صالح أنت كفاية بتعبد، ربنا أنت عامل يوم بتعبد الحساب ربنا عشان يا صالح، يا صالح أنت بتعبد ربنا عشان خايف منه، ولا قيمة ولا نيلة. مين قال كده؟ طبعا خايف أنت أصلا، ده وربنا مين قال نفسه كده؟ اللي قال يدعون ربهم خوفا وطمعا. ايوه خايف، بس مين قال ان انا ولولا بس إذ خايف؟ جاءها بأسنا تضرعوا. معاك معاك، انا خايف كده فما كده. ما تقوليش ما تقوليش قيمة، ما فيش قيمة يا حبيبي، أنت لا بتعبده عشان في قيمه خايف ازاي؟ منه. ازاي حضرتك؟ ما انا عايز اسالك سؤال، انت ممكن بص يعني سيب الايمان وكل حاجه، انا عايز اسال حضرتك سؤال. انت بجد بجد شايف ايه الدنيا دي؟ الدنيا دي عبث جدا في منظورك، منظورك عبثي جدا. احنا يا اتولدنا باشا كده خلاص شكرا، أنا شايف إن تمام؟ الدنيا جميلة جدا 70 سنه جدا. هنموت بس هي دي الدنيا، شكرا. خلاص إيه علاقة ده بالقيمة؟ القيمة أنت بتعملها لحياتك وأنت عايش ايوه فيها. الحياه عبثيه، انت شايف ان لا دي مش حياه عبثيه عبثية. جدا؟ لا لا مش لا عبثيه عبثية، جدا أنت طبعا. علشان وأنت صغير خايف من، أو يعني ورثوك فكرة إنك لازم تخلد، وفكرة الموت ديت وحشة، وإن الخلود حاجة جميلة، فأنت انت بتحب تخيلت العدم؟ إن كل فكرة ما في حد عدا يحب العدم؟ الخلود هي عبث. في حد يحب العدم؟ يعني انا نفسي افهم بس، في حد يحب العدم؟ ان هو لا خلاص بعد ما عاش حياته؟ ما حدش بيحب العدم، لكن مش معنى كده ان يا اما يبقى في خلود يوم القيامه يا اما يبقى عبث. طب ما لا انا عندي ربنا مديني ادله ان هو في كده بس، شكرا. ولا ادله ولا حاجه والله، والله ولا ادله ولا حاجه. لا ما فيش ادله، شوف في لو ادله كتير دورت كويس، لو دورت كويس ولا هتلاقي ادله ولا نيله. والله. يعني ربنا يهديكم، تمام؟ انا بتمنى لكم والله كل الخير، انتوا ناس محترمه شوف برضو على حبيبي، الرغم من اخ الاختلاف صالح، يعني. اخ صالح بالله عليك قبل ما تنزل، فيما يتعلق في حد بيحب العدم، والله بيفرض عليك شغلات انت ما بتحبها. فقال في موضوع النساء، قال وعسى ان تكرهوهن، شو قال؟ وقال وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك قال في موضوع القتال، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فانت ايوه اذا طبعا شغله، لحظه، انت اذا شغله
يعني ما بتحبها، انت دينك اساسا جعلك انك تعملها يعني. يعني الا ما اذا يعني كتبت اخش القران الجنه وقلت انا بحب القتال يعني. انا اخش الجنه كده وبعدين لا ايه قتال قتال ايه يعني قتال عن لا قتال لا ايه انا مش الفكره القتال، مش الفكره القتال، القران يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني انت تقول للاستاذ احمد انت اذا في حدا بيحب العدم، ما هو انت اصلا يعني قرانك بيقول لك اعملوا هذه الشغلات حتى لو ما حلو ماشي. ما انا عارف انها ليها جايزه فاهم ليها ها يعني اذا اذا الموضوع ما لهاش علاقه بالحب، انت بالضبط هكذا تخاف انك تحترق عشان وهم في راسك فقط. وهذا عشان إيه؟ الوهم، هذا الوهم مين قال لك وهم؟ طب انا لسه فمين قال لك مين قال وهم؟ بس بالله عليك هذا الوهم سيطر عليك لدرجه انه خلاك انك انت مش قادر حتى تفهم انه هو مجرد وهم يعني. وبالتالي بتناقش وبتجادل وبتعارض ليس على اسس سليمه، وانما على اسس فقط عشان ترتاح، عشان تقول إن نعم ان هذا الدين صحيح. والا المساله سهله جدا، اي واحد من الاخوه اللي انت بتشوفهم هنا تسالهم مثلا تقول لهم هل في امكانيه ولو بنسبه ضئيله انه كلامك يكون غلط، انه تصورك يكون غلط، يقول اه نعم موجود. الا انت ليش؟ لانك انت مسيطر عليك الوهم لدرجه انه حتى شل قدرتك على التفكير بطريقه سليمه. اي انسان عنده طريقه سليمه في التفكير يقول نعم انه هذا تصوري معتقدي ايماني ممكن ان يكون غلط، ولكن انت مثلا ما اقصدك انت كشخص، ولكن المؤمن مثلا لانه ما عنده تصور سليم في الحياه، والخوف سيطر عليه لدرجه شل قدرته على التفكير الموضوعي. هو حتى لما بيبحث، حتى لما بيناقش، ما بيناقش عشان يفهم، عشان ممكن يكون كلامه غلط تصوره غلط، لا بيناقش فقط عشان المجادله. وهذا اللي الغالبيه الساحقه من الناس بيعملوه اخي الكريم. انا والله ما بحب اجادل، انا بحب ابقى بالمنطق تمام. بس انا شايف ان انتوا يعني ايه تصور الحياه عندكم تافه قوي بصراحه، مع احترامي ليك جدا طبعا، بس انا شايف ان الحياه ما عندهاش قيمه بالنسبه لكم بصراحه. يعني بالعكس، بالعكس هذا نستطيع ان نعرفه الان. الدول التي لديها مثل هذه التصورات اعطت قيمه اكبر للانسان، لماذا؟ لانه صنعوا لهم اطراف صناعيه بيطوروا الطب، بيطوروا الحياه، بيطوروا وتسببوا في اطاله عمر الانسان من 35 سنه ومن 40. بس ممكن لحظه اخ صالح عشان الواحد يتكلم، يعني دول عند على الاقل عندهم لحظه يا اخ صالح ارجوك يعني. انا اسف. الفكره هذه الدول اللي تتطور بهذه الطريقه، طوروا الطب، طولوا من عمر الانسان بعد ما كان عمر الانسان حتى على مستوى الانبياء يعيشون 60 70 سنه، وفي مراحلهم البدائيه كانوا يعيشون 35 40 سنه، عرفت كيف؟ الان اصبح عمر العمر يعني المعدل المتوسط في اوروبا الانسان بيعيش 90 سنه و100 سنه، عرفت كيف؟ وهو في ناس تجاوز هذا وبسهوله. ليش؟ لانه الحياه عندهم قيمه. الحياه الحقيقيه اللي ما لها قيمه هو حياتك انت، والدليل على ذلك كما قاله نبيك انك انت يعتقد انه هو ما انا في الدنيا الا كمسافر واستظل تحت شجره. ما انت أيوة. لا لحظه، ما انا بتكلم يعني ما ينفع تفضل يعني ما ينفع. فأنت حياتك ما له قيمة. ليش ما له قيمة؟ لأن ببساطة شديدة أقنعوك بكذبة كبيرة، بوهم كبير أنك أنت راح تدخل للجنة وراح تعيش فيها يعني حياة أبدية. فصار قدرتك على تطوير الحياة، قدرتك على أنك تصير قادر على التمييز بين الخطأ والصواب، كله متوقف على إيمانك بهذا الوهم يعني. انا مع احترامي ليك اصلا انا شايف ان الانسان من غير دين ما يقدرش يعني يشوف الغلط والصواب، لانه ما عندوش اصلا حاجه تعاقبه. ما ده ما ينفع، هنبقى زي الغابات كده. لا الانسان ما مش هيقدر يعرف الدليل على ده، مش هيقدر يشبهنا، بتاكل بعضيها، هنعمل نفس الكلام. لا 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 بالعكس بالعكس بالعكس، اكثر ناس قتلوا بين الصحابه، عرفت كيف؟ هم الصحابه انفسهم لما قتلوا بعض، وهؤلاء هم اولى الناس بفهم الدين. وبالتالي الدين هو الذي يجعل انه عدم قادرين غير قادرين على معرفه الخطا والصواب. والدليل على ذلك كل مساله في الاسلام فيها حلال وحرام يقول لك وفيها ثلاثه اقوال وفيها اربعه اقوال وفيها خمسه اقوال. فاذا كان هذول الناس قادرين على معرفه الصح والخطا ما اختلفوا كل هذا الاختلاف. وانا ما بسمع صلاح الصوت عندك مكتوب كده كويس. طيب كده كويس. هي الفكره ان انا عندي الحلال معروف والحرام معروف.
ممكن لو نختلف في كان شويه معروف حاجات، ما كنتم اتقاتلتوا مع بعض لا حاجات خلال بسيطه، ال حاجات 400 بسيطه سنة. وجايز يبقى في فتنه عادي يعني، عادي جدا. لا مش عادي، مش عادي. أنا بتكلم يعني عن ايه اللي مش عادي؟ الصحابة، لا بتكلم عن هو الصحابة. الصحابه معصومين، انا ما قلتش ان الصحابه معصومين. الصحابة قتلوا بعض على أساس هذا تفسير هذا القرآن، تمام، هم مش يعرفوا. معصومين وفي صميم اختصاص، يعني مش في مسألة حضرتك، هم مش جاي. معصومين. مين ما قال ان انا بتكلم عن معصوم؟ هذا، مش فكرة معصوم، افهم الفكرة أرجوك يعني. وهذه هي المشكلة، أنك أنت همك أنك تجادل وتجاوب، مش لا همك والله أنك تفهم اتفضل الفكرة. اتفضل. إذا اسكت شوية عشان تفهم. الصحابة في صميم اختصاصهم في الأحكام السلطانية، في أمور الإمارة والحكم وإدارة أمور الناس، اختلفوا وقتلوا بعض، وقد قتل منهم عشرات الآلاف من المسلمين. فإذا كان هذا الدين يعرفك الخطأ والصواب، هؤلاء كلهم ما قتلوا بيد الصحابة أنفسهم، ملوش علاقة بالفتنة. الفكرة الأساسية، الدين ما يخليك أنك تعرف الصح والغلط، الدين يخليك أنك تعيش كائن متخلف، ما تعرف تقيم بين الكلام الصحيح والغلط إلا إذا قارنته بهذا الوهم الذي عندك. وحتى مقارنتك بهذا الوهم يختلف مع مقارنة بني دينك وبني طائفتك من الذين يقولون بنفس الوهم الذي أنت مؤمن به. فبالتالي العملية كلها على بعض، أنت متبع مجرد وهم، لذلك ما تستطيع أن تتصور، لأن تعتقد أن هذا الذي عندك هو حق مطلق، وهو لا حق مطلق ولا حاجة. وإذا كانت في هناك آية حقيقية في القرآن، آية ممكن الواحد يصدقها أن بالفعل يعني لا قيمة كبيرة، هي الآية التي تقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا اللي صار يا بعد نوت. والله أنا مش شايف في اختلاف، وأنا شايف إن حضرتك حقك أنت تشوف اللي بدك إياه يا حبيبي. ولكن شكرا كثير لك، وشكرا لأدبك جزاك الله خير. لمحبتك إن شاء الله، يعني ربنا يهديكم وترجعوا لصوابكم. طيب يا أستاذ صالح، ماشي، نورتنا يا أستاذ صالح. كمان باين عليكم فعال. مسيرك 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 يا استاذ صالح، تيجي تقعد تاخد مودريتور معانا. نورتنا يا استاذ صالح، مستحيل ان شاء الله، انت على الطريق الصواب، انت ان شاء الله مخك انا عندي امل فيه ما هيشتغل في انا يوم من الايام. على الاقل انا سعيد، وانا انا مش عارف كمان سعيد، اتمنى تكون أنا سعيد. سعيد بس انا جدا سعيد، الحمد لله، انا اسعد بكتير من ايام ما كنت مؤمن. والله نورتنا يا استاذ صالح، ربنا يديم السعاده، ربنا يديم السعاده ويهديك حبيبي يا حبيبي حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. ماني استأذنك في دقيقة بس، لو حابب طبعا تطلع يا نجيب حد اتفضلي. واديني دقيقة. طيب هطلع حد، حاضر. ماشي. طيب الإخوة السادة الأفاضل المسلمين يكتبوا يا جماعة رقم 7. حد تاني غير الدوج بقى، يعني ما احنا مش هنبقى الدوج وصالح الليلة كلها سهرة معاكم، يعني ادوا الفرصة لغيركم برضه يا شباب. ما يا جماعة أنا بسمح للمسلمين، أنا مش عايز محمد ميدو سلس. لو طلعت مش مسلم هتنزل على طول يا محمد، ها؟ انا ما بحبش ناس تكذب عليا. تعال استاذ، ان في حد بيطلع عندي يا استاذ محمد. طيب ثواني يا استاذ محمد، بس هنسمع مداخله من استاذ نيفين ونرجع لحضرتك. ايوه مسموعه، هنسمع مداخله من استاذ نيفين ونرجع لحضرتك. اوكي شكرا. اقفل المايك بعد اذنك عشان بس في هواء وصوت كده غريب من عندك. استاذنا تقفل المايك بعد اذن حضرتك. الو السلام عليكم استاذ أيوة محمد. منين؟ اه تحت على الشمال كده، انت اول مره تطلع. تمام تمام اتفضلي يا تمام. شكرا يا ماني، شكرا ليك. انا تعليق على حاجتين كده سريعا. حته انه اكبر ذنب الانسان ممكن يرتكبه هو الشرك، وكان السؤال كان في محله تماما، اللي هو يعني افرض واحد كان عمل كل الاعمال البشعه دي والجرائم دي وامن في اخر لحظات عمره ومات. فافتكرت الفيديو اللي انا بعته لكم امبارح، في داعيه عايش في انجلترا اسمه ابو تيميه، مش ابن تيميه، لا ده ابو تيميه، هو مسمي نفسه كده. وبيتكلم عن انه جاب مثالين لاتنين اشخاص مسلمين، هما الاتنين مسلمين، حتى التاني ما ارتدش عن الاسلام ولا حاجه. واحد منهم اسفه في الكلام اللي هقوله، بس زنى بامه وضربها وعذبها وبعدين دفنها حيه. معرفش يعني ايه الولع بالزنا بالامهات اللي موجوده، بس ما علينا. يعني شوف عمل ايه، يعني عمل فيها كل الجرائم دي. والتاني كل اللي عمله هو ما اشركش بالله ولا حاجه، يعني ما الراجل ما سابش الاسلام ولا حاجه، بس وهو بيدعي بدل ما يدعي
لله نفسه دعا بشفاعة الرسول، يعني طلب من الرسول ان هو يساعده او حاجة زي كده، يعني ادخل الرسول في الدعاء مع الله. فالراجل كان بيقول لهم ان شوف الاعمال البشعة اللي الشخص الاولاني عملها، ولكن عند الله التاني اسوأ. فده الميزان اللي apparently يعني بنوزن بيه، انه انت ممكن تعمل اي حاجة في حياتك، المهم انك ما تشركش بالله. الراجل حتى ما سابش الدين، بس هو عند الله اسوأ من الراجل اللي عمل كل الجرائم دي في امه. الحاجة التانية اللي لفتت نظري وضحكتني شوية هي فكرة انه يعني انا حاسة ان الاخوة المسلمين بعد شوية كده هيطلعوا يقولوا لنا الحرف يقتل والروح يحيي، لانه بيقولوا نفس الكلام اللي المسيحيين بيقولوا على الكتاب المقدس. اختلاف الترجمات، يا سيدي ما هو المعنى واحد، ما هو ده مش تحريف لانه المعنى بيوصل، وهي هي على فكرة هذا من الرموز. الإعجاز العلمي أستاذ نبيل، راح ايه أقول لك اللي من بعدين الاعجاز ليش، العلمي يا راح مولانا؟ أقول لك كيف قول لي. بعدين اتفضلي خذي راحتك بالكلام وبعدين أقول لك كيف. شكرا ليك. انا كنت بس لفت نظري انه الاخوه المسلمين ابتدوا يستخدموا نفس حجج المسيحيين، انه احنا ما بناخدش الكلام بالحرف يعني يا جدعان، مع ان مسبقا كان الادعاء انه لا ده نازل حرف بحرف من السماء، هو كده هو زي ما هو وناخده زي ما هو كده. فدلوقتي ابتدينا نروح للطرق بتاعت لا اصله يعني مش بالحرف، وبناخد بالمعنى وبالرمز كده يعني. تفضل يا مولانا. والمعذرة للأخ اللي بينتظر يعني ثواني بسيطة. وفي حديث للنبي يقول لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني راح تتبعون يعني طريقة الأمم الثانية اللي كانت قبلكم، يعني مثل ما ريش السهم هو هكذا كله مصفوف ورا بعض هكذا راح تعملون هذا الشيء أنتم كمان. وحتى يقول ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو دخلوا جحر حيوان الضب هذا يعني انتم كمان راح تتبعوهم وراح تدخلون في نفس الجحر. فالمسيحيه اليوم يعني بعد الثوره الفرنسيه وكذا باذن الله سبحانه وتعالى يعني في امل انه راح المسلمين راح يتبعون نفس الطريقه في النهايه، تصديقا لقوله عليه الصلاه والسلام. يعني دي نبوءة تحققت أهي. ده هو تحققت من زمان يعني. طيب فاتت تتحقق شكرا. طبعا طبعا كل نبوءات الرسول بتتحقق، احنا هل عندكم في شك في ذلك؟ في كتاب الله شك يا استاذ محمد؟ انا هزر. طيب نروح لاستاذ محمد. تحياتي يا استاذ محمد من نفس الحته اللي قفلت المايك، بنفتح المايك. ايوه معاك سامع. تمام اهلا بيك. حضرتك مسلم؟ اه مسلم. تمام سني ولا قرآني؟ لا سني. لو تقفل بس المروحة يا أستاذ محمد. ما مش هينفع، هيبقى الجو حر جدا يعني، ده حتى أهدى مروحة. ما هو المشكلة إن صوت الهواء داخل في ودننا كلنا إحنا وال 800 واحد اللي بنسمعك، فأنت عارف طيب لما ماشي. تسمع صوت إيه كده في ودننا صعبة عندك أنت مش سامعها. طيب معلش أوكي إحنا آسفين. اتفضل. مشكور لذوقك، مشكور لذوقك وتفاهمك. أوكي اتفضل. لو أيوة في سؤال أستاذ. قول لي حضرتك ايه اعجاز علمي في القرآن ولا القرآن فيه اخطاء علمية، انهي في الاثنين دول؟ ولا ده ولا ده ولا ده؟ لا عايزين سؤال لي معنى، يعني مش عاوزين اختيارات وكذا، يعني واحد يسأل واحد ده سؤال يقول لي انت معنى مجرم ولا حرامي. لا لا يعني ما قلتش لو في سؤال مجرم ولا كده حرامي، انا بقول فيه اعجاز علمي ولا فيه اخطاء انت علمية. اللي عامل اللايف، انت اللي عامل اللايف سؤال فاتح بهل. الموضوع انت فاتح انا الموضوع بسأل لايف، انت بتتكلم على اذا في اخطاء في القرآن ولا لا، ممكن ده يبقى موضوع الآية دي فيها كذا. طيب حاضر ولا يهمك خالص ولا يكون عندك اي ادنى فكره، انا عينيا ليك. قول لي يا فندم، حضرتك عارف جسم الانسان؟ ممتاز. جسم حضرتك كماده المواد البيولوجيه اللي موجوده فيه، في عنصر اسمه السيليكا ولا مش موجود فيه؟ موجود بنسبه ضئيله جدا، ده تراب العين المجرده. انا اعرف. اوكي طيب، يعني ثلثين ميه بتتكلم فيها هيدروجين واكسجين. طيب هو لما في بتيجي تبدا تدور نحاس، في في جسم تكبيت، الانسان في ماشي
كربون. ماشي، لما تيجي تدور في جسم الانسان السيليكا دي هو عنصر لا ينتجه جسم الانسان وموجود بنسبه ضئيله جدا، وبتاتي عن طريق اكل النباتات اللي بيكون عالق فيها رمال. تمام كده؟ انت متاكد يعني الجسم يعني بيحتاج نسبه ضئيله جدا 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 من السيليكا بيكون في موجوده في الجسم؟ يعني ضئيله جدا. العمليه الحيويه اللي بيعملها ايه او بتكون تبع ايه؟ حاجة ممكن تبحث فيها، انا بتكلم في النسبه موجوده بنسبه قد ايه. يعني انا اللي اعرفه وانا بقول لحضرتك الحديد مهم لنقل الاكسجين وكريات الدم الحمراء، الكبريت ما هو مش من العناصر الاساسيه المهمه اللي ممكن تستغنى عنها. السيليكا مش من العناصر الاساسيه، مش من العناصر الاساسيه في الجسم. انت تعرف ان الفلور يعني انت يعني من غير الحديد، من غير الحديد حضرتك يجي لك انيميا وفقر دم مثلا، يجيلك انيميا وفقر دم. بس انا كنا بنتكلم على ذرات جسمك مكون جسمك. نسلم جدلا انه الجسم محتاج سيليكا وانه ما بيقدرش يعملها فبيجيبها من الرمال. حلوة، ممتاز ممتاز. وان الجسم هو شخصيا ما بيقدرش يعملها ومش مكون منها، الاثنين لا بيقدر يعملها ولا مكون منها اساسا. ان شاء الله ان شاء الله يعني لما نتاكد. ها تمام، حلوة تمام. القرآن بيقول لنا ان مراحل الخلق بتاعت ادم كانت ايه؟ خلق الانسان من تراب، بعد كده التراب ده اصبح طين، بعد كده الطين ده اصبح صلصال، بعد كده الله نفخ في هذا الصلصال فتحول ان هو بقى ادم. مظبوط؟ اوكي كويس قوي. صلصال كان فخار، يعني الصلصال اللي بيتعمل منه الفخار. طيب الصلصال اللي بيتعمل منه الفخار ده 60% منه سيليكا، فازاي انا معمول من حاجه 60% منها وجسمي مش موجود فيها اصلا وجسمي لا ينتجها اساسا؟ طيب ماشي اجاوب. هو مبدئيا بيقول الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. كل العناصر في مراحل الجسم كل لا بس اخر مراحل. بص استاذي هو في مراحل في مره بتكلم فيها التراب، مره بتكلم فيها الطين، بس لما بنجمع الايات مع بعضها ما ينفعش تاخد التراب دي وتجري بيها. أيوة، ما ينفعش تاخد الطين دي وتجري بيها. في الترتيب اخر مرحله اللي انت بتقول. اخر مرحله هي الصلصال قبل النفخ، صلصال كالفخار اللي هو خلاص اتشكل. اوكي، وان هو النفخ تم في الصلصال ده. ايوه، في ايه ايضا بتقول وبدا خلق الانسان من طين. الله اعلم في مراحل ثانيه. أيوة ولا ما ايوه ما هو في مراحل ثانيه ومذكوره في القران. بدا خلق الانسان يعني من طين. ما الطين ده عباره عن ايه؟ تراب وعليه شويه ميه. لا دي معاني عامه. احنا بنقول ايه؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. في مرحله التسويه، في مرحله الاعتدال. ممكن يحتمل نظريه. انا فاهم ممكن. ممكن لا خالص، لا يحتمل خالص والله، لا يحتمل. طب بلاش يا سيدي، انت بلاش يا سيدي موضوع السيليكا ودم واحنا وهنتسليم جدل وفي حاجات محتاجه بحث. تعالى نتكلم في حاجه تانية. هل ممكن البشر من ذكر وانثى فقط يوصلوا للتنوع اللي احنا موجودين فيه بالعدد اللي احنا موجودين فيه ده؟ تاني السؤال معلش. طيب حضرتك سمعت قبل كده في نشرات الاخبار لما بيقول لك الحيوان الفلاني مهدد بالانقراض، سمعت الجمله دي قبل كده؟ ايوه. ايه بقى المهدد بالانقراض ده؟ عباره عن ايه اللي بيحصل؟ ان في حاجه اسمها المينيمم فايبل بوبوليشن او الحد الادنى لنمو السكان او لنمو الجنس. خلاص، الحد الادنى ده بيحسبوه ازاي؟ على كل مخلوق وقدرته على التناسل وقدرته على ان هو الخلف. طيب لما بيحصل ان انا يبقى فاضل لي ذكر وانثى بس من كائن ما، ده خلاص كده بقى محتم عليه الانقراض. زي ايه؟ زي وحيد القرن اللي انقرض قريب، اكيد سمعت عنه في نشرات الاخبار. وحيد القرن الافريقي اللي انقرض ده كان فاضل منه ذكر واثنين اناث بس انقرض برضه. ماشي، مع ان كان موجود عندنا وعاملين كل حاجه وبنحاول ان احنا نحافظ عليه وقعدنا جبنا البيضات بتاعت الاناث وحاولنا ما عرفناش. هنعكس هنعكس في ايه بقى؟ ان الانسان انا هقول لحضرتك هيعكس بقى ان في الانسان المينيمم فايبل بوبوليشن هو 50 500، قاعده 50 500. 50 عشان الجنس يستمر، بس هيستمر ويبقى فيه مشاكل جينيه. 500 عشان يستمر من غير مشاكل جينيه. فازاي حضرتك احنا من ذكر وانثى فقط نوصل للتنوع الجيني اللي احنا شايفينه ده ما بين صينيين واوروبيين وافارقه وكل ده من ذكر وانثى فقط؟ ازاي؟ علما بان العيال دي اتجوزت بعضها، يعني اولاد ادم وحواء اتجوزوا بعض، كان زواج زنا محارم او زواج محارم، يعني ما اعرفش ما هتسموه ايه، بس هو زواج محارم. يعني نخليه ده على جنب، يعني احنا بنناقش الحته العلميه مش الحته الاخلاقيه. لا ما دي جزء ممكن نناقش الحته الاخلاقيه. انا بتكلم دول اخوات بيتجوزوا من بعض، ما دي ملهاش علاقه بالحته الاخلاقيه. انا بتكلم ان جينيا ما فيش التنوع الجيني اللي موجود عندي ان يخلي الجنس يستمر اصلا، فازاي ده حصل؟ اوكي، ممكن نعطي اجابه. يعني مثلا انت عندك الهنود الحمر سكنوا امريكا الشماليه والجنوبيه، والمفترض ان هم مهاجرين اسيويين، في تشابه ما بينهم. انت تعرف طبعا بين
شعب الصين، منغوليا، شعب الفلبين، ده معلوم صح؟ بسبب الفصل الجغرافي ما بين دولة وأسلافهم، يعني الآسيويين اللي فضلوا في آسيا ما بين الآسيويين اللي راحوا الأمريكتين، في اختلافات حصلت بمجرد العزل الجغرافي. تلاقي مثلا الهندي الأحمر بشرته أغمق شوية، تلاقي الوش فيه استطال عن أسلافه، تلاقي مثلا العينين مش بنفس الضيق، تلاقي الأنف لا بدأ يبقى طويل، ما بقاش مبطط قوي. ده علم معلومة أنا عارف مواقع تطورية، إنه الفصل الجغرافي ما بين آسيويين الأمريكتين واللي هما الهنود الحمر يعني وأسلافهم في آسيا عمل اختلاف ما بينهم سهل جدا. هات ياباني طيب أو أقول السؤال مرة تانية، واضح إن حضرتك ما وصلكش إن الجنس ما يقدرش يستمر من ذكر وأنثى فقط. واضح إن المعلومة ما وصلتش حاجة في أول لا أنت بتتكلم، لا أنت سألت، أنت ضمنت نقطتين، أنت بتقول التنوع، فأنا قلت لك بمجرد ما هو التنوع ده ما ينفعش يجي من ذكر وأنثى فقط، ما هو ده جزء منه، إن التنوع ده ما يجيش من ذكر وأنثى فقط، لازم يبقى population أكبر من كده عشان يعمل لي التنوع ده. انت كلمت في العدد، فده هيعمل انقراض، وبعدين قلت اما هي نقطتين فعلا، أنا بس النقطتين دول التنوع ده ما يجيش من ذكر وانثى فقط، التنوع ده محتاج يبقى اكبر انا جاي من كده. هتوصل تمام. احنا بنقول بمجرد الفصل الجغرافي ما بين الاسيويين دول حصل اختلاف واضح، تقدر تميز يا سيدي فاضل موافقك ان حصل اختلاف، بس ده اختلاف لان بوبيليشن ضخم، ففي تنوع جيني اصلا، يعني المهاجرين اللي راحوا دول ما كانوش ذكر وانثى، المهاجرين اللي راحوا دول كانوا مجموعه كبيره وفي تنوع جيني ما بينهم. الهندسه الوراثيه لما تعمل تزاوج بين ناس معينه، سواء لو يعني لو هندسه وراثيه، ده الكلام ده في الكلاب يا فندم مش في الكلام ده، الكلام ده في الانتخاب الصناعي لا. مش في الانتخاب انت الطبيعي، انت مستعجل. طب خليني بس اوصل لك الفكره. انا بقول لك الهندسه الوراثيه الانتقائيه البشريه بتدي انواع جديده، كذلك الانتقاء البشري او الفصل الجغرافي الطبيعي اللي ممكن يحدث بدون قصد برضه موافقك لو كان في بوبيليشن يسمح، ماشي هنيجي البوبوليشن، لو في تعداد سكاني يسمح الاعتراض الازمه كلها انت بتقول ما ينفعش كل ده يجي من واحد واثنين، يعني صح. عدد اثنين خاصه وخصوصا انه دول اتجوزوا من بعض العيال، يعني مش مثلا يعني اصلا جينات حواء متاخده من جينات ادم، يعني هي كانها نسخه منه لانه هي متاخده من ضلعه، ماشي. فهم اتجوزوا بعض انت... كان توأم بيتجوز توأم بيتجوز بعضه اللي هو ادم وحواء، والعيال اللي خلفوهم بيتجوزوا من بعض، الجيل الثالث لازم يطلع متخلفين عقليا. الاجابه خد الاجابه لما جه جبريل لمريم يقول لها لاه بالك غلاما زكيه، قالت كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ازاي العلم معجزة. لازم نطفه، انا حيلها لمعجزه هكمل. لا لا اللي هي بتقول ايه، لازم نطفه وبويضه، قال لها ايه، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبله وكنت عدما. نخش في الموضوع على طول، هتحيلها لمعجزه، اعجاز من الله، اعجاز لا. من الله لا، ان خلقه ادم كان فيه التنوع الوراثي الكبير اللي يسمح انه كان عنده كله، كان عنده حبيبي ما هو في جينات، هو كتاب جينات، مفيش تنوع جيني في انسان واحد، مفيش حاجه اسمها تنوع جيني في بني ادم واحد، مفيش حاجه اسمها كده. ما هو انت الكلام ده لما انا وانت نقول مين ادم واحنا محللين الدين ايه، احنا من طبعا ماشي طبعا كده طبعا، هو ما كانش ادم، هو ادم ما كانش انسان زينا، يعني احنا وصلت جيناتي وصلت من ادم دي ما كانش انسان زيي، كان حاجه تانية. انا ما قلتش، انا بقول لك، انا بقول لك انت بتقول لي التنوع، فانا بقول لك انت يعني انا جدي الاكبر كان 10 بني ادمين في بعض تمام. طيب خلاص انا بقول ليه ما تفترضش ان ليه ما تفترضش ان ادم المخلوق الاول في عشان ده ما بيشوفناش دي ان عشان مفيش حد، عشان ده ما ينفعش فيما بعد، عشان ده ما ينفعش يا فندم. نعم. عشان ده جينيا ما ينفعش، الكلام اللي بتقوله حضرتك ده هبد، انسى الموضوع بما ان حضرتك ده مش تخصص. تعال نتكلم في حاجه تانية، تعال نتكلم في حاجه تانية لا مش والله، تعال نتكلم اللي حضرتك بتقوله ده هبد واضح يعني، فتعال نتكلم في حاجه تانية. الايه الكريمه يا استاذي، بص لا مريم سالت نفسه سؤال، قلت انا كنت معاك لغايه ما قلت معجزه، لكن هتقول لي ان تنوع الجيني في بني ادم واحد ده هبد يا فندم، يعني انا كنت معاك مش كنت تقول معجزه، مش معجزه، كنت تحيل الموضوع للاعجاز. بلاش معجزه، نقول وكان الله، وكان اسمع بس بدون مقاطعة، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقد خلقتك من قبل معجزة وكنت يعني. عدما سنجولاريتي وانفجار جسمه غير اجسامنا، وهو جسمه كان في حاجة انت حضرتك ما تعرفش تستدل عليها علميا، وانت عايز تحشرها لي كده وتقول لي لا العلم يقبل، ومن غير ما تقول لي ازاي العلم يقبل، تمام خلاص يلا مش مشكلة مش مشكلة يلا العلم بتاع المؤمنين. تعالى نتكلم في حاجة اوضح شوية، تعالى نتكلم في حاجة اوضح شوية، المني يا فندم بيخرج منين؟ الإنسان المنوي نفسه من العضو القضيب يعني. الله ينور عليك، برافو عليك. طيب في القرآن قال إن هو بيخرج من الصلب والترائب، يعني لم ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج، ألم ينظر الإنسان مما خلق خلق، ألم ينظر بقرأ قرآنه، ألم ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق
اللي هو الماني، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب اللي هو الظهر والترائب اللي هي موضع طيب. القلادة. واختلف القلادة دي في التفاسير. طيب القلادة دي يقصد بتكلم القلادة بتكلم، اختلفوا القلادة دي في التفاسير يقصدوا بيها موضع القلادة عند الذكر ولا عند الأنثى. في مفسرين قالوا ان هم يقصدوا بيها القلادة عند الأنثى عشان يبقى ماء الرجل وماء المرأة، وفي ناس تانية في مفسرين تانيين وقال لك لا هو القلادة عند الذكر برضو، ان الماء ده هو بيتكلم على ان ده الموضع حتى ما بين موضع القلادة والظهر، دي اللي بيطلع منها المني. طبعا الكلام ده هبد مش صحيح. طيب بنجاوب سؤال وصل كامل فضل. يعني مش مشكلة فضل. طيب هي السورة اسمها سورة الطارق، بتبدأ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. العادة في اللغة إنه الضمير اللي يخرج مين اللي يخرج، دي آية تانية مختلفة، دي آية مرقمة الوحدة. العادة في اللغة العربية إنها بتعود على آخر ضمير مذكور، يعني المقصود في الحالة دي هيبقى المني نفسه اللي هو الماء الدافق، ده العادة اللغة ماشي. أنا بقول لكن ده لا يمنع، لا يمنع ده لا يمنع إنه يكون المقصود هو الضمير الأبعد. يعني أديك مثال في اللغة العربية لما واحد يقول لك إيه اللي هو الضمير اللي هو إيه ضمير ماشي ماشي اللي هو إيه الضمير الأبعد، مثال بس عشان أنت سمعنا ماشي. أنا مقتنع أحمد قول لي إيه الضمير الأبعد ده، يعني أنا من غير أمثلة لما أنا مبقاش فاهم يا فندم هطلب منك أمثلة، لما أنا أستشكل معاك هقول لك أديني مثال أنا فاهم، قول لي بقى. طب أنت موافق إيه اللغة العربية فيها، أنت موافق في اللغة العربية إن أحيانا بيعود على الضمير البعيد مش القريب؟ وطبعا بتبقى ركاكه ساعات بيحصل بيحصل ان ممكن تبقى الضمير الابعد، بس اي بقى ركاكة. انا بقول بالراحه بس انا كنت سامع حوار علمي مش موضوعنا ركاكه ولا لا، يا ريت تديني فرصه ماشي اديني فرصه. انا مدي لك فرصه، انا بسالك سؤال يا فندم على فكره انت جمهور عاوز يفهم لغه عربيه، ممكن المعلومه دي اول مره يسمعها. اصبر بس لا معلش انا خليك معايا مالكش دعوه بجمهوري، انا عارف جمهوري بكلمه ازاي معلش حاج بكلمني انا مش بكلم جمهوري. هو الضمير الابعد اللي سامعنا هو سامعنا يا فندم، فقول لي بقى حضرتك ايه الضمير الابعد. معلش انا مصر ان انا ابين للناس الحته اللغويه. طيب باين للناس الحته اللغويه اتفضل. بص يا جماعه بص باللغه العربيه كده مرقم نقول واحد والناس بتقول لك تحت في الشات مش عاوزين مثال بس تمام. واحد دخل الى الغرفه احمد وياسر قال استعدوا، مين اللي قال؟ الضمير الاخراني ياسر، واحمد هو الاولان، احمد وياسر دخلوا، وبعدين بعديها بقول لك انا قال استعدوا او قال هلم بين، فواحد يقول لك قال هنا تعود على ياسر، ده عادة اللغه، لكن يجوز في لغه العرب وده معروف مسلم به وحادث كثير حتى في القران انه يقصد به الضمير الابعد اللي هو احمد. ما ذكر اولا وليس قال ده فعل ماضي مش ضمير. لا انا بقول الضمير اللي هو قال يعني او قال هو الضمير ده هيعود على الأبعد. اسمها فعل مستتر، الفعل المستتر على احمد. خلينا ناخدها من اول بقى من اول زرعة وحصدة عشان بس الناس تفهم، لان انا برضو شايف ان الناس مش فاهمه ومهتمين. خش يا سامي في الحته دي، انت بتقول خش يا سامي في الحته يا استاذ محمد انت عايزها تبقى ايه؟ يخرج من بين الصلب والترائب، ايه اللي يخرج يا استاذ محمد؟ عايز مين فيهم اللي يخرج؟ بتحتمل تكون الماء الدافق ويحتمل يكون الانسان نفسه كويس اللي هي الضمير الابي. جميل جميل، الانسان او الماء الدافق مين فيهم اللي عايزه يكون يخرج؟ تحب مين فيهم؟ في قاعده كانوا بيقولوها علماء الاصول بيقول لك اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. حلو، يبقى لا ده اللي بيخرج ولا ده اللي بيخرج صح كده؟ لا مش في القصد، هو في حاجه بتخرج بس احنا مش عارفينها علشان في احتمال كده صح؟ ما انا بقول اصبر لي بس. الاعتراض يقول لك ايه ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب، اشرح لي الماء الدافق. طب انا بدايه بقول لك يمكن المقصود هو الانسان، فلينظر الانسان ومما خلق، لانه كمل بعد كده وقال عن صفات الانسان يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه، يعني ايه المني ولا الانسان؟ على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، بالكلام على الانسان. انت عايز مين فيهم اللي بيخرج؟ انا معاك والله، انا معاك الانسان. انا اميل اديك فهم ما فيهوش اشكال، انا بقول تعود على الانسان نفسه ماشي. الانسان نفسه هو اللي بيخرج ما بين الصلب والترائب، يبقى ما بين الصلب والترائب بتاعه الست قصدك تقول؟ لا انا برضو الترائب فيها اشكال. يلا اشرح لنا، حل لنا بقى الاشكال يلا. عربا اترابا، اترابا يعني متساوون في العمر،
ده التفاسير اللغويه اللي وردت، صح؟ قريت حاجه زي كده؟ هي طيب يعني ماشي متساويين. الاثنين كلمتين لغه عربيه يعودوا للاصل الثلاثي للفعل، تراب ماشي او حاجه زي كده يعني. ماشي فاتراب ترائب، يعني الاشياء المتوازيه المتساويه ماشي المتماثله. يا استاذ محمد، عايز اطرابه تطلع ايه في الجته؟ انت تحبها ايه؟ انا ممكن اقول لك اتراب اي عظم متماثل، اي العرب عظم؟ البنات حلو. الايه بتقول الحور العين قالت عربا اترابا، ليه يعني ايه اترابا؟ يعني ايه تراب؟ يعني عليهم تراب؟ لا، المفسرين بيقول لك اتراب ما ترب هو ما تساوى وتماثل، فهي تحتمل صح. عظم وممكن ترق اللي ترق هو سادات صدرها عربا هات اترابا، لنا يعني صدرها حلو، كواعب اترابا يعني صدرهم حلو كواعب ومدور. اترابا يعني ايه بقى؟ طب ما تجيب بقى كده المصحف من الاول بقى كده نتكلم عليه من لا الاول بقى، احنا علشان بنتكلم احنا في مش عايزين الطرب، نجاوب على السؤال، احنا مش عايزين نجاوب على احنا السؤال ده، بنتكلم مش عارفين اجابه، فتعالى نلف وندور. السؤال موضوع علمي يا احمد، احنا بنتكلم ايوه في حبيبي، ايوه حبيبي يخرج انا من بين معاك، الصلب والترائب. انا معاك. انت يا استاذ محمد بعد ما عملت ابحاثك وعلومك، اترابا عايزها تبقى ايه؟ أترابا هو كل ما تساوى وتماثل، قد يكون اللي هي فين بالمقصود في الجثة يا استاذ محمد؟ ولنقل الفخذين، ولنقل عظمتي يبقى عظمتي الحوض أو جانبي الحوض، ده يبقى عظم أتراب. يبقى الراجل بيخرج ما بين الفخذين واسمه ايه دوت ال كان اسمها ايه؟ والعمود الصلب. الفقري، والصلب الصلب العمود، اللي يعني هو الانسان بيخرج ما أيوه بين الفخاد والعمود الفقري او الضلوع والعمود الفقري. انت في الرينج ده. البيبي بيكون ايوه البيبي بيكون فين؟ انت كنت فين في الحته دي؟ الومب، انا الوومب السنان في برضو ما بين متساويه. البتاع، وان ناخد نقسم المسافه على بالنص. طب ما لا طلعت كده ان هو يماني، امال انت ايه بقى متضايق مش ليه؟ انا بقول لك ايه، يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هي اصلا مش تصريح، ما قالتش العمود الفقري، لكن هيقول لك في لغه العرب صعب جدا ان هي ايوه، تروح لحاجه غير العمود الفقري. صلبه اي حطه على الخشبه، صح؟ ايوه وخشبه الصلب، قال لك خشبة دي صلب. فيها بس خار الصلب وشين. اتفضل. لو انت تعرف مسمى اخر للصلب في لغه العرب، ده معناه ان الصلب قد تكون يعني مش مجازي، انا بس اعرف اقول الحديد ايه يعني الصلب مش حديد مصرح عز. باسمها. يجي المفسر يقول لك، مش مثلا يقول لك قال هيشرحها لك لان قال معروفه، لكن جه الصلب يقول لك المقصود العمود الفقري. ماشي نتمشى عمود الفقري. الترائب هي اللي فيها مشكله، التفاسير جريت وقالت لك ايه ما تساوى، لان الضلوع قصاد بعض متماثلين متساويين، فهي بس الترائب. دي ما دي مش استاذي صح اي طبعا. حاجه في ليه الاسم بقى؟ ترائب. لان طبعا، لان لو قصدهم على الضلوع الصدر مش هتمشي، لان الرحم مش ما بين الضلوع وما بين الظهر، مش نافع. عايزين حاجه لا تنفع يا ترى، هو ايه عارف، يا حتى ترى؟ لو الضلوع، عايزين حاجتين حتى لو شبه بعض، عايزين ايه؟ فخاد. حتى لو الفخاد حلوه، الفخاد كويس. ايوه كل ايه شيء العينين، عينيك ترائب. حلو. اعترض لا بس العينين ده هو ما بيخرجش حاجه من العينين. سامي بعد اذنك، بس سامي ممكن اقول جمله واحده بس بعد اذنك؟ احنا بندور، انا جبت بندور على دلوقتي حاجه، حاجتين عندك، حاجتين شبه بعض يا حب حميد، يكونوا انا في نفس عندي ترائب هنا من من كل المعاجم انا اللي عندي، انا حاجتين شبه بعض طلعتهم. وفرقعوا، فممكن انت تكمل انت بقى حميد. انا جبت ترائب اهو من كل معاجم اللغه. ترائب اسم، ترائب جمع تريبه، ترائب هي عظام الصدر مما يلي الترقوتين وهي موضع القلاده، تمام؟ ادي 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 اول واحد اللي هو المعاني، تمام. تاني معجم قاموس الكل، قاموس عربي عربي. ترائب جمع تريبة وهي عظام الصدر، ترائب مفردها تريبة وهي عظام الصدر مما يلي الترقوتين وهي موضع القلادة. طيب الترائب، الترائب عظام الصدر مما يلي الترقوتين، الترائب موضع القلادة، الترائب عظام الصدر او الاطراف من كل منهما او يخرج من كل البدن منهما. أيوة. اجيب لك دي معجم كمان، استنى اوكي، اجيب لك معاك معجم معجم مرقب، مفيش لا مشكلة. لا انت لحظة فتحت جوجل معجم معاني www.almaani.com، معاك ورق تعالى نجيب الوجيز لك معجم والمحيط ابن منظور كمان. معجم ابن طب منظور ماشي. حلو. معجم ابن منظور لا ما تقولش نفسك، ماشي ماشي. انت قلت انت موضع استدل القلادة من الصدر، ده لسان انت العرب تمام ابن منظور. تمام انا طالب منك موضع. حاجة مفيش وقبل بس ولا ما حد نرد على الترائب دي كمان، بس نقطة قال ان كمان، نقطة الترائب كمان هي بس، الاترابة. الترائب حاجة، ومفيش أي الاترابة حد، حاجة. ومفيش اي حد اعادي الفعل على اللي حضرتك بتقوله. يعني كل المفسرين لما خلق طيب الانسان انا من طب ماشي ماشي، فلينظر الانسان اللي مما جاب خلق، لنا خلق استاذ دي كلهم قعدوها على طب المني، اتكلم محدش شويه، قال اي حاجه تانية اتكلم غير شويه عشان المني. المو مش عارف والله ماشي، عشان انا طفيت المروحه، فالموبايل هيسخن مني وممكن يقطع، فيقول لك خليكم معايا انا بس هقود لي بدلوي. الاستاذ اللي جاب لنا المعاني من او الترجمه من المعجم
يجيب لنا بس يعني ايه عروبا اترابا؟ سيبك من عروبا، قال لك متعربات وحسن القول وقال. استاذي هات الفاضل، لنا اترابا، هات اترابا لنا اترابا. اترابا دي كلمه، ايوه اترابا دي كلمه، ويخرج من بين الصلب والترائب دي كلمه مختلفه ما لهمش علاقه طيب ببعض. ايه ماشي، انت بتقول دي كلمه. طيب انا لما اقول لك ايه مقبل ومستقبل، ايه مصدرين الكلمتين في اللغه العربيه؟ ليهم نفس ارجع المصدر، هل ليهم نفس تانية المعنى؟ ثانوي، تانية ثانوي، ليهم أين نفس تبحث عنها في المصدر، المعجم؟ هل ليهم نفس المعنى؟ لا أنا هل أي اصبر بس. كلمتين ليهم نفس المصدر، ليهم نفس المعنى يا أستاذ؟ بص، مستقبل معلش حاجة بعد إذن أنا عبد بسأل حضرتك الحميد سؤال هو واضح، هل كل كلمتين ليهم نفس المصدر، ليهم نفس المعنى؟ الإجابة قطعًا لا. أنا ما قلتش محمد، كده، أنت مش أنت حاسس اسمعني إن أنت الآخر. بترقع سيكة؟ سيكة صغيرة، ما مش بقاش. حاسسها؟ لا والله، لا انا لا كنت بس عايزه طيب اسالكم يا تمام. جماعه، لا هو تمام، احنا طالما ليه مش حاسس قاعدين يبقى خلاص. نتدبر؟ اوكي، زيدوا واحده زيدوا. هو احنا ليه قاعدين نتدبر؟ هو مش في مش مفسرين والنصوص دي اتفسرت؟ خلصانه طيب يعني، انا الاستاذ عندي خمس بتتكلم، مفسرين انا اجمعوا بس على ان الماء طالب الدفق ده هو المني. انا مش عارف احنا عشان بنعمل ايه فعلا الناس يا استاذ محمد. الناس تطلع بفايده واحده في الليله دي، بس يجيب لنا عروبا يعني. سيبك من هات حضرتك اللي بتفهم اترابه يعني العربي ايه؟ والعرب الاقحاح. ثانيه واحده، حضرتك اللي بتفهم عربي والعرب الاقحاح كلهم ما كانوش بيفهموا عربي؟ يقول الاستاذ محمد ان شاء الله الحمد لله بعد ما انا هقول لك 1450 سنه لفته، تحت هقول لك فهمنا لفته في العربي النقطه دي، هقول لك بعد هقول ما لك كل لفته. المفسرين العرب، انا بتكلم ماشي، احنا سمعناك حبه حلوين، بتكلم والله. المداخله دي والله العظيم هبد خالص يعني. انا عندي دلوقتي اروح لتفسير البغوي، ثم من بين خلق من باء دافق مطفوق اي مصبوب في الرحم وهو المني. طيب نروح للتفسير السعدي، فانه مخلوق من ماء دافق وهو المني. نروح لتفسير ابن كثير، يعني المني يخرج دفقا من الرجل ومن المراه فيتولد منهما الولد باذن الله. طب نروح للقرطبي، ثم قال خلق وهو جواب الاستفهام ماء دافق اي من المني. طب نروح للطبري، خلق من ماء دافق يعني من ماء مطفوق وهو ما اخرجته العرب برد الفاعل وهو بمعنى المفعول، ويقال ان اكثر من يستعمل ذلك في احياء العرب سكان الحجاز، اذ كان في مذهب النعت كقولهم هذا سر كاتم وهم ناصب ونحو ذلك. فيعني ست مفسرين كلهم بسم الله ما شاء الله كلهم حمير، والاستاذ محمد بعد 1450 سنه فاهم القران وفاهم ان طيب. ان هنا الضمير مستعاد على الانسان. انا عندي والله ده ماشي كلام جميل. تقريبا لحظة محمد، كل الصحابة قالوا على أن الأطراب هي الأذلة، عكرمة، سعيد بن طب جبير. الأستاذ تنسي اسمك عشان هكلمك بقى. أنا اسمي تمسوح. تمسوح، بص يا تمسوح، بص اسمعني، ما زلت ما كملش نزيد لك. خلي المفسرين وخلي الصحابة. امرأ القيس، هل أنت أعلم منه في اللغة العربية؟ يقول لا في لا أعلم عنه شيء. يقول في قصيدته قفا نبكي وترائبها مسقولة كالسجنجل. شوف شرح القصيدة وتعال، يعني هذا من الكل، امرؤ القيس، جميع الصحاب، الناس اللي تكلمت بالشعر وبالنثر في عصور الاحتجاج، انت اعلم منهم يعني؟ لا انا ما قلتش لا، هو اعلم من ابن عباس ترجمان القرآن. لا، هو اعلم من ابن عباس ترجمان القرآن. ابن عباس والضحاك وعطية وعكرمة وسعيد بن جبير كلهم قال، وعلي بن ابي طلحة كلهم قالوا الترائب اي بين ثدييها او موضع القلاده. فحضرتك انت الوحيد اللي وصلت للمعنى ده. طيب ماشي، هرد على النقطه دي بقى لمؤاخذه، لازم اقفل الباب. عندك كلاب اترابه طيب بقى. على ما يقفل الباب فري مايند منور الدنيا يا صديقي. طيب هلا هلا وغلا. بالنسبه طيب يا مساء طيب، بالنسبه للنقطه دي تحديدا يقول لك ايه؟ نتكلم على الفكرة اللغوية في القرآن. أبو بكر وعمر ورد عنهم إن هم ما عرفوش معنى وفاكات وأبا، فذهبوا إلى النبي يسألونهم عن معنى أبا. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ورد كلام، يعني مش هنتأكد بقى من كل كلمة، بس يعني بيقول ورد كلام في الكتب في التراث إنه كلمة فاطر وفطرة، بيقول ما كنت أعلم معناها إلى أن وجدت اثنين من الأعراب يختلفون على بئر ماء، كل واحد منهم يقول أنا فطرتها، يعني أنا بدأتها أو أنا يعني البدأ. ده بالنسبة ده دليل لي ضدك ولا معاك يا أستاذ؟ ده دليل أبو بكر وعمر. ثانية واحدة، ده دليل ضدك ولا معاك؟ ده معناه أن العرب ومعناه أن الصحابة لا، ده معناه أن العرب والصحابة لما كانوا ما يعرفوش بيقولوا ما يعرفوش، ومعناه أن هم لما بيبقوا عارفين ما بيهجدوش زي ناس. فمعناه أن هو ابن عباس لما اتكلم وأشار بصدره ووضع يده على موضع الترائب وقال أن هي دي الترائب ووضع يده على صدره، أنه ما كانش بيهبد لأنه مش راجل هبيد. طيب لا أفتك من يعني، ده مش دليل معاك، ده دليل ضد. بيقول اسمع بس، عبد الله بن عباس أيضا بيقول في الآية التي تقول ومن
نخيل العنب إلى الآية، يعني بتقول تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا كل الناس تقول لك طب ايه معناها، ايه معناها؟ عبد الله بن عباس قال لافته ممكن نرجع لغويه من يمكن الجنينة، كل، ممكن نرجع من الجنينة دي، ممكن نرجع من الفسحة دي. أنا مش عايز أروح الفسحة دي والله، مش مهتم خالص. اصبر لي بس، أنا عندي ما تفسير، سيبتها قال أنا انا. عندي تفسير لا 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 لا، أنا مش مهتم والله خالص خالص. المداخلة دي طويلة جدا، وأنا عندي ناس كتير طالبة الجست. أنا عندي تفاسير يا فندم معتمدة، وكل المسلمين ماشيين عليها، وعندي عرب أصحاح، والعرب دول لما كانوا ما بيهبدوش على قولك أنت، يعني لما يكون في لفظة في القرآن مش عارفينها بيقولوا مش عارفينها، فهنا قالوا لا عارفينها. وعن ابن عباس يخرج من بين الصلب والطرائب قال هذه الطرائب، ووضع يده على صدري. اما بالنسبه اللي هو الماء الدافق، مفيش حد من المفسرين قال بالمعنى اللي انت قلته. فانت لو عندك مشكله، انا رايي حضرتك تاخد بعضك وتطلع كده على الازهر تقول لهم يا جماعه التفاسير فيها غلط، وعندنا اشكال علمي موجود فيها، وفي ملاحده بيستشكلوا علينا بالتفاسير اللي كلها غلط دي، يلا نعمل تفسير جديد، التفسير ده يمشي على مزاجي انا. شكرا استاذ محمد، نورتنا الحبه الصغيرين دول. اصبر لي، لا لا دقيقه، لا 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 لا، والله ما قادر على الترقيع ده، والله ما قادر على الترقيع ده، والله ما 60 قادر. ثانيه ومستمع ليه طاقه 60 ثانيه فقط. طيب اتفضل 60 ثانيه والنبي وانت رايح لهم يا استاذ محمد، ابقى اقول لهم ابن عباس ما بيفهمش في القران ولا في العربي. ماشي اوكي. والله يا ريت تقول لهم كده. انا بعدها اطلع على مكه بقى، بعدها اطلع على المدينه المنوره لفضل. كمان عشان انت تبقى لمي كل المسلمين معاك. اتفضل الدقيقه اللي فاضله. اتفضل. انا بقول للناس تشوف تفسير كلمه اترابه، والكلمتين اترابه وترائب. اترابه دي كلمه تانية. شكرا يا استاذ محمد، شكرا يا محمد، دي اترابه دي كلمه تانية، ترائب غير اترابه. شكرا يا استاذ محمد. ماشي لو انت مصر ان انا انزله. لا مش مصر، انا طبعا مصر ان انت حاج جاي يترقى علينا ومعتبرنا مجموعه من الحمقى يعني. هل سير ومسير هم نفس الكلمه عشان ليهم نفس المصدر؟ سؤال، سير ومسير هل ليهم هم نفس الكلمه؟ يحملوا نفس المعنى بالظبط؟ هل كل كلمتين في العربي لهم نفس المصدر بيحملوا نفس المعنى؟ يا ترى كواعب وأطرابة في الحالة دي معناها إيه بقى كده يا عبد الحميد؟ صدورهم متساوية يعني. أخدها. لا لا لا، بالحالة اللي هو بيحكيها دي، بالمعنى اللي هو بيحكيه ده. بالمعنى الوهمي اللي هو بيوصل له ده، معناها إيه بقى؟ ممكن يا ماني، يا ماني لو سمحت اديني بس حتة ركاب سريع كده، أنا ما سمعتش بصراحة. عيني عيني عيني، هدي لك كل الركاب. بس نطلع حد، الاخوه الساده الافاضل من اصدقائنا والناس المحترمه من المسلمين، اللي حابب يطلع يكتب، يطلب جسد ويكتب رقم 7. عايز اقول بس تعقيب على نيفين واستاذ محمد صالح في المداخله اللي قبل دي، اللي قبل المداخله الجميله دي، على موضوع القصص اللي هي في القران المنظر ده. في قصه جميله جدا جدا في القران بصراحه، انا حتى يعني خطبت بيها مره الجمعه يعني، اللي هي بتاعه برصيص الراهب. ده راهب كده قصته عاملة زي قصة أيوب عليه السلام، بس قصة أيوب اللي في الكتاب المقدس، اللي في سفر أيوب، اللي هو يعني راهب قاعد بيعبد ربنا على رأس جبل 50 سنة، اللي هي القصة اللي في القرآن اللي هي بتاع كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فسرها النبي في الحديث يعني اللي في البخاري، وبيقول إن هو قصة كان واحد اسمه برصيص كان راهب بيعبد ربنا على رأس جبل، وبعدين برضو أنت عارف الزهق، واخد بالك، بتاعت مش لاقي حاجة تعملها، فربنا برضه ايه اتراهن مع ابليس. ابليس قال له تصدق ان انا اخلي دوت مش عارف شخولك وبتاع واخليه يكفر بيك وبتاع، فقال له يلا لو تعرف تعمل حاجه اعملها، اللي في قعرك انفضه. وكالعاده ربنا خسر برضه الرهان، انت عارف على طول يعني سبحانه وتعالى بيحب دايما ايه على طول الامور ما في ادمان. فنزل برصيص الراهب، بعت له واحده، ان اهل القريه طبعا ذكروا بيشفقوا عليه وبتاع علشان هو عمال بيتعبد ربنا وبتاع، فجابت له بنت صغيره تجيب له اكل وشرب ومش عارف ايه وحاجات زي كده. فالمهم يعني القصه طويله يعني ومقرفه ومزريه. المهم الراجل بقى ايه يعني زنى وقتلها ودفنها. فبعد كده لما اهل القريه بقى جم راحوا بقى يفرح الشيطان، راح مطلع طرف فستانها من تحت الارض، فشافوا مكانها المدفونه فيه فرحها، فدبشوا لقوها فعرفوا ان هو اللي عمل كده، فحوطوه بقى بالنار وكده. ظهر له الشيطان قال له اسمه انا ممكن اخلصك منه، انا اللي عملت فيك كده وانا اللي عملت فيك كده مش عارف ايه بتاعه، انا ممكن اخلصك منه بس اسجد لي، اسجد لي وانا اخلصك منهم. فراح سجد له برصيص المسكين، فراح سجد له، وبعد كده قال له ضحكت عليك وعليك واحد وبتاع وكده، فطلع لربنا بقى قال انا كسبت الرهان، ايدك على $100 اللي انت كنت معلقها مع جبريل. فانا كنت بقول القصه دي اللي هو على سبيل انك انت ايه، ان لا تامن مكر الله، واخد بالك، وانك انت يعني زي ما سيدنا ابو بكر كان بيقول يعني لو القدم في الجنه وقدم في النار ما امنت مكر ربي. وان لازم تخلي بالك، لازم تعيش طول عمرك عايش مذلول، وعايش عارف انك انت مقصر، وقاعد تستعيد بربنا من سوء الخاتمه.
وعمر ما جه في بالي ان انا اسال سؤال اصلا قصه الرهان السخيفه دي ليه حصلت اساسا من الاول؟ ليه من الاول اساسا الراجل قاعد مكرس حياته كلها؟ ليه تدخل له من صغراته وتلعب في دماغه بالمنظر ده عشان في الاخر تقوم ملبسه الليله ومشيله الحساب بتاع القهوه كلها، وتيجي في الاخر تقول له لا انت ختمت حياتك بانك سكت الشيطان خش النار. قصص سخيفه الواحد كان بيعتبرها قصص جميله جدا وبيقعد بيوعظ بيها وبتاع يعني. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. اتفضل. طب انا ممكن اسال بس يا احمد، هو كان ايه المفروض الحكمه علشان تتقال في صوت بيقطع صوتنا؟ قولي تاني كده، كان ايه المفروض ايه؟ مش وعظة، سوري، خطبة. يعني ايه كان المفروض ايه الحكمة؟ مش عارفة انت سامعني ولا لا. الحكمة ليه بنورد القصة دي؟ ايوه بالظبط، يعني كان ايه الحكمة اللي كان المفروض الناس تخرج بيها من القصة على اساس انت يعني كنت بتقولها في خطبة، او المفروض ان الواحد ما من الكلام ان الواحد ما يفتخرش باعماله الحسنة، وما يفتخرش ان هو بيعبد ربنا ومش عارف ايه، وما يضمنش الجنه، ما يفتكرش ان هو كده خلاص بقى ايه، مغسل بقى وضامن جنه والموضوع في جيبه وخلاص انا بعبد ربنا وانا متفرغ للعباده ومش عارف ايه وبتاع، لان ممكن يفتن زي ما الراجل ده فتن. وفي المقابل بتحكى القصه بتاعت الراجل اللي تختخ 99 نفس. تخيل انا قاعد في قريه ومتختخ 99 نفس، يعني القريه دي اصلا الوضع عامل ازاي؟ يعني سايبينه وهو مخلص على 99 واحد. فقارن نفسها زباله، ويا ترى هو عمل ايه تاني ما نعرفوش، يعني اذا كان هو كده في 99 واحد وما بسم الله بقى السرقه لا يا احمد، والنصب والبتاع اسف على المقاطعه يا احمد، الحديث بيقول ولم يفعل خير قط. ايوه قاتل لم يفعل خير قط، يعني اكيد اكيد الـ 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 يعني ال 99 واحد دول الكراون جول ده، يعني اكيد في السكه، يعني في الطريق الى 99 واحد عمل وظائف سودا ثانيه اقل شويه من ال 99. والراجل ده ختم حياته ازاي بقى؟ ختم حياته بان هو ايه، جاله واحد عالم بعد ما خلص على العابد اللي هو المية، قفل المية عشان قفل العداد طبعا يعني، فعالم قال له ممكن ربنا يتوب عليك؟ طبعا طبعا ربنا يتوب عليك، هو تبقى ايه علاقة ربنا بالعدل؟ وايه يعني المية دول في داهية؟ المهم انك انت تستغفر ربنا فتخش تخش الجنة في داهية المية دول، يا ولا في جزمتك ولا يهمك ولا تاخد في بالك خالص ولا تشيل، يعني ايه يعني ايه يا راجل؟ ما كلام فاضي يعني، ده خرفان يعني، ايه مش ده فراخ عادي. فقال له روح بقى هناك في قريتنا روح اعبد ربنا فيها، ويا ريته حتى استغفر ربنا، ما استغفرش اساسا ربنا. طيب يا فريمان، فراح بقى طبعا، وانت زي ما انتوا عارفين بقى ربنا يعني نزل له الملائكه واتخانقوا عليه، ملائكه النار وملائكه الثلاجه، فربنا نزل كبير مهندسي التخطيط العمراني في الملائكه وقاس المسافه، فلقى ان الدنيا موجوده بالظبط، فراح ربنا بقى اضطر يدخل بنفسه بقى، يعني تاني برضه مات في وقت غلط خالص، يعني ما كان يموت قدام خطوتين يعني، فاضطر ربنا بقى ان هو يغير بقى الخريطه بتاعت الكره الارضيه، وراح امر القريه الحلوه ان هي تقرب والقريه الحادقه ان هي تبعد، فدخل الجنه. فقصص بصراحه يعني مزريه، الواحد فعلا كان مخه منحوس يعني بصراحه. والله يا استاذ. طيب موضوع البث ببساطه فري، احنا عملت كده استفتاء صغير على القناه عندي، شارك فيه ما يقرب من 600 انسان على المواضيع اللي هم حابين ان احنا نتكلم فيها، فكان من ضمنها فكره ربط العلم بالدين، وهل الدين فيه مشاكل واشكاليات في الدين ولا لا. ففتحنا هذا البث الطاهر المبارك الذي يحضره ساده الملاحده علشان نسال هل القران به اخطاء علميه ولا لا. ففي مواضيع مختلفه وحاجات مختلفه احنا بنتناقش فيها وبنشوف هل فعلا في حاجات في اخطاء ولا لا. ده بالاختصار شديد جدا يعني يا فري مايند الموضوع النهارده. بس الاخ فسر اترابه ازاي؟ او الاخ فسر اترابه قال لك ان هي العظام المتساويه او المتقابله، وبالتالي احنا ممكن نقول الفخذين على سبيل المثال طبعا يعني. هل في حد كبر في البس؟ حد طب حد نادى التكبير او حاجه؟ انا عايز اقول تكبير. في واحد فخذ البس. فيعني ده باختصار اللي حصل يعني. طبعا كواعب واطرابه، هنا بقى بياتي السؤال، كواعب واطرابه دي هنعمل فيها ايه؟ يعني هتروح منين فين كواعب واطرابه كده؟ الفخاد كده بقت بيتكلم عن الفخاد تفتكر؟ ماشي. الحور العين هيكون فيهم فخاد متساويه معروفه يعني.
وكواعب، خانت على شكل كواعب، ازاي مش عارف، بس هي تبقى كواعب يعني. واخرق كيرفي ما لا كيرفي تعلم. كيرفي. طيب حسيني تاخد الاستاذ مغرم طبابة. حياة مغرم، استاذ مغرم مساء الخير. ده عدى عليها قبل كده. ايوه عديت عليك يا حسين. يعني استحملني شويه بقى. مسلم؟ مسلم. أيوة. سني. الله يبارك لك. مسلم سني. بارك الله فيك. بسلم طيب. عليكم كلكم يا شباب. انا بس انا عشان تخصصي طب هتكلم بس في النقطه اللي قالها الاستاذ ماني. بس قبل ما اتكلم في العلم هتكلم يعني ايه يعني القران. السؤال نفسه فيه خطا علمي. يعني هل القرآن به أخطاء علمية؟ السؤال ده فيه خطأ علمي. السؤال فيه خطأ القرآن علمي. السؤال نفسه. إن القرآن مش حاجة واحدة. يعني القرآن فيه أمثلة، فيه قصص، فيه آيات، فيه مواقف، فيه إشارات. فإحنا أي حاجة ليها علاقة بالكونيات بنسميها آيات كونية. يعني الآيات الكونية دي أنا ما فهمتش حسب إيه علم الآيات أنا ما فهمتش إيه علاقة الآيات الكونية بإن السؤال فيه خطأ علمي. ما هقول لحضرتك أنا وصل القصة. لا لا ثواني بس، هو يعني إيه خطأ علمي؟ يعني السؤال غلط عقلا. لا لا يعني إيه يعني إيه كلمة خطأ علمي؟ يعني القرآن مش كتاب يعني أكاديمي. أنا ما سألتش عن القرآن، أنا سألت عن عن الجملة اللي أنت قلتها. يعني إيه كلمة خطأ علمي؟ يعني السؤال غلط. لا كلمة لما السؤال أجي غلط. أقول هل القرآن كلمة به أخطاء السؤال علمية؟ غلط. ثواني 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 كلمة السؤال غلط حاجة، وكلمة خطأ علمي حاجة تانية. السؤال غلط يعني السؤال فيه مغالطة منطقية، خطأ علمي يعني السؤال فيه معلومة علمية أو معلومة مش علمية بقى، فيه معلومة والمعلومة دي لما رجعناها في مقياس العلم لقينا إن هي معلومة مغلوطة. تمام. دي فده معنى خطأ خطأ علمي. فالسؤال ما فيهوش خطأ علمي. علوم القرآن وتفسيره يعني الخطأ. لا ما فيش حاجة اسمها علوم القرآن بقى، دي علوم القرآن دي بقى عندكم أنتوا بقى، دي مش عندنا. ما أنا بتكلم على اللي عندنا. لا ما فيش حاجة اسمها السؤال فيه خطأ علمي علوم القرآن، لا ما فيش حاجة اسمها كده. مع علم دي العلوم ده في علوم إنسانية وفي علوم طبيعية. لا مش كل لا العلوم لا مش كل لا الأخطاء لا العلمية لا تكون لا بشرط تكون علوم طبيعية، فاهمني؟ عزيزي فممكن يكون السؤال اللي ما بيقرش يا سيدي، السؤال اللي ما بيقرش ما فيهوش خطأ علمي. ليه؟ لأنه ما فيهوش معلومة عشان يقر بها. السؤال بيسأل هل القرآن به أخطاء علمية أو لا. الشيء الوحيد اللي ممكن يكون خطأ معلومة إن القرآن كتاب. ثواني لسه ما خلصتش كلام. اتفضل. الشيء الوحيد اللي ممكن يكون خطأ في السؤال تمام ان يكون في مغالطة منطقية. المغالطة المنطقية بقى ليها اسامي، فاذا كان السؤال فيه مغالطة منطقية يا ريت تقول لي ايه اسم المغالطة وتقول لي فين في السؤال. حسب علوم القرآن، القرآن مفيش حاجة اسمها علوم قرآن. عندي انا في علوم قرآن. عندك انت عندك انت خليها لك. اللي عندك انت خليه لك. انت مش انتوا عايزين ناس مسلمين تتكلموا، انا بتكلم على اساس ان انا عايز الناس مسلمين يتكلموا. بس ولا ملزم الكلام ملزم اللي انت عايزه بس يا سيدي. انا ما بلتزمش بالهبل اللي انتوا بتلتزموا بيه. انت عملت لك قران علم. انا صبرك عليا بتكلم. اتفضل. بتكلم يا اخي مش ممكن. انت عملت القران علم، انا بالنسبه لي ده كلام فاضي. لا القران علم ولا السنه علم ولا الكلام ده. انت عملته علم، انت حر. بس ما تلزمنيش بان هو علم. لا مش بلزمك. تمام. مش بلزمك. انا طيب. بتكلم رجوع تاني. لما بنتكلم عن الاخطاء العلميه احنا بنتكلم عن الاخطاء اللي في العلوم الطبيعيه زي الفيزياء الكيمياء والى اخره. ما بنتكلمش عن علوم انا اسف في الكلمه اللي يعني علوم الثانيه يعني العلوم اللي انتوا اخترعتوها دي. تمام خلاص اوكي. يبقى السؤال نفسه غلط. خلاص نرجع لاصل الموضوع. لا لا السؤال صحيح. لا لا السؤال صحيح. لا غلط لغويا يعني منطقيا. لا زي ما انت ولا منطقيا يعني في مغالطه منطقيه. طبعا مغالطه منطقيه في السؤال. طب خليني اكمل بس. مش هتكمل مش هتكمل لانك قلت معلومه مش عجباني. سؤال فيه خطا يعني سؤال فيه مغالطه منطقيه، فهل في مغالطه منطقيه في السؤال؟ اذكر لي اسمها ووضح لي فين في السؤال. طيب القران كتاب. اذكر لي اسم المغالطه يا عزيزي. لا انا مش حافظ المغالطات بقى. مش عارف ما تقولش يعني. ما تقولش السؤال خطا، السؤال سليم ومنضبط 100%. اتفضل. طيب هل القران به اخطاء علميه؟ القران اولا هو ما ينفعش اصلا سؤالي بيبدا بهل يبقى فيه مغالطه منطقيه. طيب يعني لما اقول لك هل المربع دائره
ما اكيد حاجه. لا الإجابة لا، ممكن الإجابة لا، هتبقى الإجابة لا بس خلاص. لا مفيش انا غلطة بتكلم ولا على حاجة إن السؤال شاء مش الله. الاجابه، انا بتكلم على السؤال هو عموما. السؤال ما هو انا بيقربش، برضو لا احسب. السؤال ما فيهوش تقرير يا عزيزي. طب عشان خاطر تمام، انا عشان خاطر تمام. انا طيب تمام حاضر. نكمل القرآن في آيات محكمات وفي آيات متشابهات، خلاص؟ حلو. الآيات المحكمات دي تفسيرها معروف، بنرجع للغة، اللغة العربية، بنعرف أسباب النزول، يعني بنقدر نفسر الآية من خلال علم الكلام يعني. في بعد كده آيات كونية، تمام. الآيات الكونية دي لازم أرجع للعلم فيها، العلم بتاع البشر اللي هو العلوم الطبيعية زي ما حضرتك قلت. العلوم الطبيعية دي علوم بشرية بتتطور مع الزمن، كل عصر ليه علم. كنا فاكرين حاجات وبعد كده ما تقدمنا من العلم اتضح تفاصيل أكتر وأمور أكتر. أيوة. فلازم نحط العلم في الآية الكونية، يعني الآية الكونية اللي بتتكلم على تكوين الإنسان، بتتكلم على تكوين الكون، السماء، الأرض، الكواكب، الحاجات اللي زي كده. كبيرة دي. تمام؟ فبس فهنا لازم نفرق بين آيات القرآن. بالنسبة للقرآن في أخطاء علمية، ما نقدرش نقول في أخطاء علمية. ليه؟ إن ليه هو ما نقدرش؟ لأن القرآن في الآيات الكونية بيدي إشارات فقط، يعني الإشارات. ولو الإشارات دي غلط؟ ما هي غلط على أساس إيه؟ يعني ما هي أساس هو العلم؟ اللي عاوز أوصل له ده، أنا غلط على أساس العلم المتوفر في عصر معين ولا العلم اللي جاي؟ لا هو أنت فاهم يعني إيه علم أصلاً؟ آه فاهم. يعني ايه علم؟ كل معارف الإنسان، كل المعارف معارف الإنسانية. ايوه آه بارك، كل ايوه معارف حلو الإنسان. قوي حلو قوي. نقف عند كلمة معارف دي، يعني ايه معارف؟ او يعني ايه يا سيدي صبرك عليا، صبرك اتفضل عليا. اتفضل. العلوم يا عزيزي هي بكل بساطة كده وبشكل مخل فهمنا للواقع المحيط بينا، كل ما فهم البشري. نتقدم. ايوه صح. صبرك عليا، ما هو انا ما عنديش حاجة تانية غير البشر، ما تقوليش فهم بشري وانا عندي فهم حيواني مثلا، ما فيش فهم غير البشري. تمام. فانا عندي الواقع المحيط بيا ده ببص عليه بحاول افهمه، فكل ما بزيد او كل ما بمر في الزمن بفهم اكتر منه، بعرف تفاصيل اكتر. بتدخل لك معلومات تمام اكتر، تفاصيل اكتر، بالظبط كده. معطيات اكتر. فبفهم الواقع المحيط بيا اكتر. دي تمام مرتبط بالمعطيات اللي معاك عندك عشان انت عقلك يقدر يتعامل معاها يعالجها، حلو فمحتاج معلومات حلو. ومحتاج القرآن بقى معطيات لما يقول لي كلام تدارك. غلط، يعني لو القرآن مثلا جه قال مثلا يعني ان الارض مسطحة، واحنا انا وانت لا عارفين ما ان هي هو كروية معلش، هو القرآن ما قالش الأرض مسطحة. يا سيدي. لما انا بقول لو عارف يعني ايه لو؟ ماشي، ما سمعتش لو لو. القرآن جه قال ان، معلش، لو القرآن جه قال ان الارض مسطحة كده يبقى القرآن غلط، قال خطأ معلومة طبعا خطأ، طبعا صح كده، طبعا يبقى مش من عند إله، طبعا مظبوط كده؟ صح. حلو ممتاز، ده كلام جميل ومحترم جدا، ماشي. يبقى لو القرآن ذكر معلومة خطأ يبقى الكتاب ده مش من عند إله. أكيد. جميل، يلا بينا بقى إيه نبص على الحاجات اللي قالها القرآن. اتفضل. ناخد مثلا آية، تعالى نفتح دي. ناخد إيه يا سيدي؟ خلينا ناخد الحاجات اللي قالها أستاذ ماني في لا لا الماء يا راجل الضافر. حرام عليك، انا عندي حاجات احسن، ماشي. انا هاخد الحاجات اللي قالها ماني برضو، ده معقول يعني؟ عشان نرد عليها، عشان بس قصة عندك رد عليها؟ طب الدوبيوليشن. خلاص قولها يا سيدي. من يعني قلة الآيات يعني لا، على ما مثلا الأستاذ حسين يا سيدي، يا يلاقي سيدي المثال لا بتاعه. انا عندي كتير، بس لو عندك رد قول يا سيدي مش مشكلة، تمام. هو اتفضل. احنا في الطب مش هحرمك عندنا من حاجة يا عم. في حاجة اسمها الجرس أو الخلايا الجرثومية، دي اللي هي الخلايا الجنسية، دي مختلفة عن خلايا الجسم، تمام. الدي ان ايه بتاعها سواء في الراجل أو الست بيبقى يعني موحد، يعني كروموسوم واحد أو بنسميه اللاين الواحد، ده بيستقي معلوماته من كل خلايا الجسم، خلاص. ده العلم بيقول كده. بعدين سواء في الست او في الراجل، لما بيحصل تزاوج او بيحصل تخصيب للحيوان المنوي البويضه يبتدي الصفات الوراثيه هنا وهنا تبتدي ايه تنسخ نفسها في دبل الايل او يعني اللي هو الجينات، فيبتدي ايه يتكون الانسان، خلاص. دي الاشاره بتاعت القران ان
ان الماء الدافق ده دافق يعني متدفق او عليه بريشر، يعني عليه يعني في ضغط عليه. بيخرج منين الماء ده مولانا؟ الماء جاي من الصلب والترائب، في الصلب كذا والترائب. تفسير. يعني الماء يا جماعة حسب اللي قاله الأستاذ مغرم جاي منين؟ جاي من الظهر ومن الصدر في نفس الوقت. الصلب كل ما لك يخرج دكتور من يا حسين، هو لك انا دكتور طبيب. وبيتكلم طبيب، اتفضل. انا كل واخد ما بالي، يصلب الصلب في الطبية اللغة، طبعا. كل ما يصلب الإنسان يعني لا، الصلب في اللغة هو الظهر. ماشي، ما عنديش مشكلة. الظهر برضو ليه دور، انا زي ما قلت لحضرتك المعلومة الأولانية. ايه دور الظهر في ما هي الجسم؟ انا الخلايا معلش. الجرثومية بتيجي من مكوناتها بتيجي من كل الجسم، يعني ركز معايا جسمك شوية، كله. ركز معايا شوية، ركز معايا شوية. اتفضل. الجنين بيتكون ازاي؟ حيوان منوي وبويضة، وبويضة. تمام؟ دول حيوان فيهم منوي بيجي منين؟ كروموسومات، فيهم معلومات وراثيه. ثواني، ماليش دعوة بالكروموسومات دلوقتي، حيوان منوي بيجي منين؟ من راجل. أيوة، منين؟ منين؟ من الراجل. من كل جسمه. ما هي هو اللي انا عايز يعني اقول لك عليه، المعلومات الوراثيه اللي بتيجي في الجيمس صح، يعني او الحيوان المنوي بيجي من البق. لا، في حاجه اسمها مش من بق، ما هو مش مش بقك بنتكلم ده بتاكل منه؟ انا مش مش بقك ده بتاكل بنتكلم منه اناتومي، احنا فبتبلع بنتكلم الحاجة؟ مش تشريح، احنا ماشي. بنتكلم بعدين مش بطنك دي بيتهضم فيها الأكل اللي بيتكون منه العناصر دي؟ يا حسين افهمني بس. بعدين مش دمك ده، مش دمك ده اللي بص، بينقل القلب ده؟ مش الكائنات الدم اللي الحيه بينقل؟ ثواني بقى، الاساس ثواني بقى، فيها ما هبد الشفره بهبد بقى، الوراثيه، الاساس فيها ثواني المعلومه. بقى، ما هبد بهبد بقى، ماشي. مش هبد، ده مش علم. قلبك يا عم، اصبر بقى عليا. مش اتفضل. قلبك ده بيلف فيه الدم، ماشي؟ اه يبقى من القلب، يبقى حيوان ما بيطلع من القلب. معلش حد كمل شباب عشان معايا تليفون ناقصين هبد اصلا. طيب انا هقول لك على حاجه بس عشان طب يعني هقلل السكيل شويه ايوه، في الكلام. احنا لما بنيجي لا نتكلم خليك معايا، عن احداث كلام انا اهو، ايوه اهو، انا معاك، يلا بينا. حد استنى بيكلمني؟ امسك المايك. انا معاك اهو، يلا بينا. استاذ باني، هربة الاحزمه يا مان. انا رابط الاسحزين خالص اهو. الاساس في البيولوجيا يا استاذ ماني الشفره الوراثيه، هي اللي بتعمل كل حاجه في ايوه الجسم، يا يعني هي لهوي، اللي بتعمل القلب وبتعمل معقوله كل شيء. الشفره الوراثيه اللي بتعمل كده؟ من غير يا شفره نهار ابيض، وراثيه مش دي هيبقى معلومات عندك غريبه اي قوي. بالظبط. ده ايه علاقته بقى بالماء الدافق بقى؟ ما هقول لك حاجه، ما هو يعني ايه يعني ايه حيوان منوي؟ ايه وظيفه حيوان منوي غير ان هو بينقل الجينوم او الجينات؟ طب هسألك اتفضل. سؤال جديد، هسألك سؤال جديد، الحيوان المنوي بيخرج منين؟ يعني بيخرج فيسيولوجي، يعني نعم، فيزيكال يعني. يعني لما بيجي يخرج ولما بيجي يتكون، بيتكون فين وبيخرج منين؟ تكوينه فين؟ بيتكون تاني انهي عضو مسؤول، انهي عضو في جسم في الانسان مسؤول عن الخصيتين، تكوين في الخصيتين. الله ينور عليك، طب ما انت كويس اهو، طلعت دكتور شكلك لا انت، تقريبا. لا ما انت برضو مش في نقطة مش فاهمها. ايوه فهمني. انا بقول لك خلايا الجسم فيها نوعين من الخلايا، الخلايا الجسدية اللي هي وانا مالي بتكون مال خلايا خلايا الجسم؟ الجسم. ما انا ه... ما انا ه... بس هقسم لك، انا مالي مال خلايا اعمل لك الجسم؟ بيز بس عشان ايه. لا انا مش عايز بيز، وفي انا سالت حضرتك سؤال سهل ومباشر، ان الحيوان المنوي بيطلع منين؟ قلت لي من الخصيه. انا مالي بقى من الخلايا والكلام لا ده؟ ده الحيوان المنوي مش يعني لازم ايوه جواه في شفره، في معلومه. شفره، ايوه يعني، بس يعني المعلومه دي التكوين بتيجي من بتاع فين؟ الحيوان المنوي، التكوين بتاع الحيوان المنوي ده بيجي منين؟ بيتكون في انهي عضو مسؤول عن تكوين الحيوان المنوي؟ الخصيه. الله ينور عليك، طب ما انت كويس اهو، امال بيقولوا عليك ايه غير كلام برضو انت غير مش كده ليه؟ فاهمني. الخصية مش بتخترع، مش هي اللي بتخترع الحيوان المنوي، مش هي اللي بتكون، يعني يعني هي بتكون بس مش هي اللي بتكون. بتلم مكونات الشفرة الوراثية وتعمل بيها حيوان منوي، طب بيجي لها والشفرة الوراثية المعلومات. دي مش مكونة من مواد عضوية؟ طبعا حلو، والمواد العضوية دي بتيجي منين؟ من كل الجسم، هو ده اللي عايز اه لا ثانية ثانية لا 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 بتيجي لا دي ازاي هبدة بقى؟ بقى، بتيجي لا لا دي بشكل هبدة بقى، مشفر لا دي هبدة، معلومة. دي هبدة منك. لا المواد العضوية ما انا بتجيش من كل هبعت الجسم، لك. بتيجي من المعدة. لا لا انت في نقطه مش لازم مش معده تهضم الاكل عشان لا تخش ما انا بقى بقول المواد لك على العضويه؟ حاجه، بس بقول لك على لا حاجه بس عشان لا، اخد لك الموضوع من الاول. ما هو انا من بقى الاول بقى، لو احنا انا هنيجي من بقى الاول يبقى هنوصل زي ما حسيني قال لك، لو من الاول هنوصل للسان، ان المواد العضويه دي بتخش طيب الاول انا هقول لك الجسم على عشان حاجه. يهضمها المعده، وده كده كلام هبد. لكن التكوين الدم بيحصل بيجي من فين يا فين؟ فندم؟ لا الدم بقول لك ايه، بيجي من فين؟ انا ماليش دعوه بالدم، لان انا مش بتكلم على خلق الدم، انا بتكلم على الحيوان المنوي، ما وحضرتك هو اعترفت معايا نفس بدل مره مرتين. لا ما ايه ده بقى؟ انا عاوز طب افهمك بقول لك ايه، حاجه تعالى بين اسالك سؤال جديد، البيولوجيا تعالى اسالك سؤال مختلف خالص. الجزيئيه وبين الفسيولوجيه. طب انا هقول لك على حاجه، هسالك الدم سؤال مختلف بيجي خالص. من نخاع العظم، طب ايه استنى بس رايك؟ استاذ علوم، استنى بس استاذ بتتكون مغرم. مكونات خلايا الدم في نخاع العظم، ممتاز، عظيم جدا، عظيم جدا. وبعد قول لي كده بقى بتروح. استاذ مغرم، الو، السلام اتفضل عليكم. اتفضل. قول لي هو الحيوان المنوي بيتكون فين؟ سؤال جديد خالص اهو. بيتكون فين؟ بيكون فين؟
بيتصنع فين يعني قصدك صح؟ اه بيتصنع فين؟ في القصيدين. يعني آه يا الله ينور عليك، طب انت كويس اهو، طيب بنقول عليك كلام ليك برضو انت مش واصله لك الفكره. انا اقصد المكونات يا استاذي، انا معني بمن يعني اين مصنع، يا استاذي ما هو بالطريقه دي يبقى كل حاجه بتحصل. اسمع بس ثانيه، اسمع اسمع اسمع، انا سمعتك ثلاث مرات وانت بتقول الهبد بتاعك. استاذ مغرم، انت استاذ مغرم في نقطه انت بتلف، استاذ مغرم استاذ مغرم استاذ مغرم اسمع. انا من منطق ده يبقى مفيش حاجه بنقدر نحددها في اي حاجه في جسم الانسان. ليه؟ ليه؟ ما هو ده يبقى لا اي غلط. لا مش اي غلط ولا حاجه، انت بس مش فاهم بيولوجيا. البيولوجيا كل انا اللي مش فاهم بيولوجيا بعد اعترافك ثلاث مرات ان الحيوان المنوي كان في خصيه الانسان. عايز اقول لك حاجه، في حاجه اسمها فسيولوجيا، وفي حاجه اسمها اللي هو التصنيع، وفي حاجه اسمها المعلومات بتاعت التصنيع بتيجي من فين. يعني انا عندي مصنع سيارات، هو اللي بيطلع السياره، هو اللي بيصنعها، بس قطع السياره دي بتيجي من فين؟ بتيجي من اماكن متعدده. يعني مثلا المطار، فانا لما اجي اتكلم مثلا انا شاري عربيتي اللي مجمعها في مصر، فانا لما اجي اقول ان انا شاري عربيتي بقول ان انا شاري عربيتي اللي بتخرج من الصين، عشان في قطع غيار جت من الصين وقطع غيار جت من امريكا، فانا ممكن اقول ان هي جت من الصين، لكن فعليا بنسى خالص ان المصنع اللي صنعها في الصين، وده بيستقيم في اللغه. فعلا في قطع غيار بتيجي من بلاد تاني. فبس ده بيستقيم في اللغه، وان ده وده الناس هتفهمك فعلا صح، وتبقى انت بتتكلم كلام صح، ان تبقى عربيتك انت متصنعه في مصنع في مصر. اسمع بقى، ان عربيتك تبقى متصنعه في مصنع في مصر وبتتجمع في مصنع في مصر، يعني قطع غيارها جايه كلها من بره، بس كل التجميع حصل في مصر، فتقول ان العربيه دي صناعه صيني، مع ان هي متجمعه في مصر مش صناعه مصريه خالص. هي القصتين بتعمل كده. وايه كمان؟ القصتين بتجمع، بس المكونات بتيجي من من كل اعضاء الجسم. الهبده دي انت جبتها منين بقى؟ يعني انا سامحتك في كل اللي فات، حتى مصدر علمي، ابعت لي مصدر علمي، ابعت لي مصدر علمي. طيب حاجه تانية بقى، تعال ناخد حاجه جديده خالص بجد المره دي بقى. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها واذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكنها تعمل القلوب التي في الصدور. حضرتك بفكر بقلبك ولا بمخك؟ لا بمخي طبعا. الله، بس القرآن بيقول غير كده، بيقول لك أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وبعد كده حدد القلوب فين؟ قال لك القلوب التي في الصدور. أحسن تكون بس متلخبط. لا مش متلخبط حاجة، بس أنا في نقطة يعني هقول لك عليها. يلا جهاز العصب المخ ده هو المركز خلاص، بس مرتبط بأعضاء معينة، في شبكة عصبية أخرى غير في المخ. يعني مثلا أنت لو عندك قولون عصبي ممكن أنا أضايقك بطنك توجعك، يجي لك قولون عصبي. ليه؟ علشان مرتبط بشبكة أعصاب كبيرة. الشبكة، انت قصدك حضرتك ان انا بفكر بقلبي؟ لا، بس تفكيرك بيأثر على القلب. يعني انا لو شلت قلبي وحطيت قلب صناعي زي الناس اللي بتشتغل بيه دلوقتي، ده الناس دي دلوقتي بتفكر بقلوب صناعية؟ والله اللي ما فيهاش اصلا اعصاب. يعني قصدك قلب صناعي، يعني حد عنده قلب صناعي. انت ما تعرفش ان ده بقى موجود دلوقتي عادي، الناس بتشتغل على قلوب صناعية. لا مش زرع قلب، قلوب صناعية بالكامل. بيحصل لهم يعني مشاكل في نفسية وكده. جبت منين الكلام ده يا فندم؟ جبت منين الهبد ده يا فندم؟ كفاية هبد يا رب. كون انت مش طيب، شكرا يا استاذ مغرم. لا انا مطلع وعارف انا بتكلم في ايه كويس، لان حاجة بتقوله ده هبد. يعني انت دكتور هبد. انت طبيب هبد من على مستوى عالي يعني. معاك يا حاضر، عينيا حاضر. ابعت لي الابحاث الوهمية بتاعتك طبعا. انا ما قلتش ان مفيش شبكة اعصاب، انا ما قلتش ما انا عارف ان في 40,000 خليه عصبيه موجود في القلب، وهيشتغل ازاي؟ لازم يبقى فيه اعصاب. انا قلت بفكر بالقلب، فانت قلت لي انت بتفكر بالقلب، فقلت لك انا لو شلت بتكلم يعني حضرتك بتقول لي ان انا بعقل، ان الايه بتقول يعقلون، تخلق عمليه التعقل كلها مبنيه على القلب الذي في الصدر، فهذا معناه ان الناس اللي بتركب قلوب صناعيه بتعقل بالقلب الصناعي ده. لا مش كده، انت فاهم مش كده؟ ايه ما الايه بتقول كده؟ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل. هنا ليه انت بتتكلم وانا بتكلم بتتكلم دايما؟ اقول لك حاجه، ليه وانا ليه يعني يعني ليه كل مره كده؟ يكون مخه سليم وكل حاجه، بس في حاله من عدم، يعني حاله ما فيهاش. هو ما جابش سيره المخ يا باشا، قال لك عمليه التعقل بتحصل في القلب. عمليه التعقل مش شرط تحصل في المخ. انت قلت لي التفكير بيحصل فين؟ قلت لك في التعقل. ده مش تفكير، هو التعقل ده عباره عن ايه؟ انت بتتعقل من غير ما تفكر؟ لا بالصليقه كده بتتعقل. لا حضرتك تبقى نايم ومخك شغال برضه عادي. ما هو ده عمليه تعقل برضه. لا انت ونايم تبقى عاقل. طبعا ملمت الاحلام دي بتشتغل ازاي؟ مخك شغال، وانت مخك ده بيطفي لما بتنام؟ ده مين اللي ضحك عليك ده قال لك الكلام ده؟
يعني انت ونايم كنت بقى حاسس باللي حواليك عاقل في الدنيا؟ فرق ما بين ان مخك شغال وان انت حاسس باللي حواليك، انا بقول لك ان ما هو مخك العقل شغال ده وانت انت نايم. لغة ايه؟ عقل ده لغة ايه يعني؟ انت فاهمها ازاي؟ تفكير يعني العقل هو ولا ايه؟ مجموع وظائف العمل ومجموع وظائف المخ. العقل هو مجموع وظائف المخ. لا مش شرط العقل مجموع من وظائف العقل، هو يعني ايه عقل المنظومة طيب؟ كلها، المنظومة يعني ايه كلها، عقل؟ منظومة الوعي كلها، العقل منظومة منظومة الوعي الوعي. كلها؟ يعني حضرتك وانت نايم بتبقى لا عاقل. اه وعي متأثر طبعا. وعيك متأثر، اديك انت اه قلت، في يبقى انت وعي بتتكلم على الوعي ولا بتتكلم على التعقل؟ التعقل والوعي لا ما تقوليش مرتبطين وا ببعض. وا وا، انا جايب كلمة واضحة وصريحة اللي هي القرآن بيتكلم عنها، يعقلون بها، وانا صاحي. انا بتعقل بايه؟ بانهي عضو في جسمي؟ مش التعقل مش بعضو، التعقل التعقل مش بالمنظومة بعضو، العصبية بالحب. كلها. لا التعقل بالمنظومة بالمنظومة، العصبية كلها. بالمنظومة العصبية كلها. انا ممكن بس اقول هو لك ما قالش كلمة بالمنظومة تضايقك مثلا، العصبية كلها، بس القوي هو ما قالش العصبي اللي يجي حضرتك عليك، بتقوله ده، طب ايه دخل بس هو القوي ما قالش العصبي؟ اللي حضرتك بتقوله ده. الو ما سلام هو عليكم، هو مش ما قالش اللي انت بتقوله ده، هو ما قال هو لا بالقلوب التي في الصدور، ما هو بيدي اللي هو اشارة، البامب دي، ما البامب هو اللي بيدي شغالة دي، اشارة، مش هيديك المضخة. القصة اكاديمية، مش هيديك القصة ايه نظرية، ما هو بيديك ما اشارة الإشارة غلط، وانت تبحث. الإشارة غلط شكلا وموضوعا، لأن أنا القلب ممكن أشيله وأركب قلب صناعي وهفضل أتعقل وأفضل قادر إن أنا أفكر وأشوف الدنيا حواليا لا وأتعقل الأمور من اصلا حولي. هبعت لك ابحاث ان الناس اللي ابعت لي عندها بقى الأبحاث، قلب لما تبعت سواء لي الأبحاث دي صناعي ابعتها لي او عشان أنا. حتى شكرا قلب يا أستاذ مش مغرم، بتاعها، شكرا 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 عقليتها بتتأثر شكرا ونفسيتها شكرا بتتأثر. شكرا اتفضل. طبعا 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 طبعا، شكرا شكرا شكرا، لا نورتني نورتني. ابعت لي ابحاث حاجة، الناس بتجيب الثقة في مني. بقول لك دكتور،